بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم مع وائل رياض. بإذن الله في الجزء الثاني من الحلقة شرفني ومنورني بإذن الله كابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق ومنتخبنا الوطني. هنتكلم معاه في كل حاجة تخص أكيد حياته الفاتت الكروية في النادي الأهلي وفي المنتخب وفي الإسماعيلي وذكرياته، وكمان هنتكلم معاه في رؤيته المستقبلية كراجل محلل فني دلوقتي موجود، فهنتكلم معاه في رؤيته المستقبلية للنادي الأهلي ولمنتخب مصر والمدير الفني وكل حاجة تخص الرياضة المصرية. هبدأ من عند مباراة الأهلي وإمبي، وكأن يعني مستر جريدو بيقول للفرق اللي عايز نقطة يجي ما عنديش مشكلة خالص، يعني ما عرفش، مع ان النادي الاهلي الشوط الاول كان كويس، ولكن برضو اعتقد ان لازم ينقل ثقافة ان شعار المرحلة القادمة هي ان النتيجة اهم من الاداء. يعني في اوقات انت محتاج تجمع نقاط اكتر من ان انت تلعب كويس، خلونا نتكلم بمنتهى الامانة. انما للأسف النادي الاهلي ما لعبش كويس نتيجة طبعا. طارق العشري مشى المباراة زي ما هو عايز، قدر ان هو يعني يعمل جيم مش عايز اقول دفاعي، ولكن واقف وقفة كويسة وبيلعب على المرتدة بشكل او باخر، وقدر ان هو يكسب بالمرتدة دي، مع ان كان برضو لاحت لهم شوية فرص كان ممكن برضو تنهي على امال النادي الاهلي بدري، ولكن زي ما حضراتكم شايفين ده الهدف اللي احرزه قعود من 1-2 او دبل باس ما بينه وما بين كهربا. مش عارف يعني مش قادر احدد بالظبط مجلس اداره النادي الاهلي او المسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي جريده بالنسبه لهم تحدي، ولا جريده بالنسبه لهم مدير فني قوي، ولا جريده بالنسبه لهم سي في قوي، ولا ايه، انا مش قادر احدد بالظبط. انما جرت العاده في النادي الاهلي عدم التعامل بالقطعه، بس هو السؤال اللي نفسي اساله مفهوم القطعه ايه؟ يعني مفهوم القطعه ايه؟ هل القطعه هي المباراه، ولا القطعه هي المرحله، ولا القطعه هي الموسم؟ ما هو مش عايز اتعامل بالقطعه، ولكن لازم يبقى ليك تدخل في وقت معين عشان الموضوع ما يكرش. الموضوع ما تبقاش فرق ما بينك وبين المتصدر 11 نقطه، ولا بعد كده تبقى 13 نقطة، بعد كده 15 نقطة، وتقول ان انا مش هتعامل بالقطع. فانت لازم يبقى ليك تدخل في وقت معين، والتدخل ده اعتقد انه حان وقته، يعني من وجهة نظري الشخصية حان وقت التدخل الجراحي من المسؤولين عن الكرة في النادي الاهلي. دي وجهة نظري، قد يختلف معها البعض وقد يتفق معها، انما انا شايف من وجهة نظري وانا من اول لحظة وانا اتمرنت مع مدربين كتير، انما قلت ان مستر جريدو واضح انه مش على مستوى النادي الاهلي. خلينا اكلمكم بمنتهى الامانه، يعني انا بجيب من الاخر، جريدو مش على مستوى النادي الاهلي. والفتره اللي فاتت او الفتره قبل ما يتولى جريدو كان كابتن فتحي مبروك مادي اداء كويس جدا وعمل نتائج كويسه. حد ممكن يرد عليه يقول لك خلي بالك جريدو جايب بطولتين، يعني عمر البطولة ما كانت مقياس ان ده مدرب كويس ولا لا. خلي بالك ممكن مدرب ياخد بطولة وما يبقاش مدرب كويس، عادي جدا، وممكن مدرب يخسر بطولة ولكن انت شايف ان في تيم بيتعمل وبيؤهل لحاجة بعد كده اقوى واكبر. انما انا وجهة نظري ان لازم يحصل ريستارت زي ما بيقولوا ريستارت مرة اخرى، لان الموضوع كده اعتقد في سخط كبير جدا من جماهير النادي الاهلي على المدير الفني، وما حدش بقى يقعد يقول القماشه واصل ما فيش لعيبه واصل مش عارف ايه. طول عمر النادي الاهلي ال 30 لعيبه الموجود، ال 30 لعيبه ال 30 لاعب اللي موجودين في القايمه او ال 25 اللي موجودين في القايمه، لو غمضت عينيك تنزل اي 11 مفترض ان هم يلعبوا كويس، لان هم خيره واحسن لاعبي مصر. ده المفترض، ده الطبيعي. اهلي وزمالك طبعا المفروض ان دول احسن 60 لعيب في مصر بيبقوا موجودين في القطبين، طبيعي، الا بقى في فلتات في كل نادي ده حاجه طبيعيه. ولكن زي ما بقول لكم ان التدخل حان وقته، دور كامل اخد فرصه، اعتقد ان ما قدمش اوراق اعتماده من وجهه نظر الشخصيه. انما هل هيحصل مفهوم القطعه عند مجلس الاداره شكله عامل ازاي؟ ما اعرفش،
مفهوم القطع عند مجلس الإدارة شكله عامل إزاي؟ معرفش. الجهاز المعاون للنادي الأهلي أعتقد لازم يبقى ليه دور أقوى من كده الفترة اللي جاية، بحيث أنه هو يعني يقول وجهة نظره، لأنه ناس محترمة جدا وناس على مستوى عالي. علي ماهر واخد من أحسن المدربين اللي كانوا في قطاع ناشئين السنتين الثلاثة اللي فاتوا، وعامل فرقة كويسة، وهو اللي مطلع رمضان صبحي، وهو اللي مقعد تريزيجيه في النادي، وهو اللي عامل شغل، كان عامل شغل كويس. أحمد أيوب مدرب كفء جدا ومساعد جيد جدا، كان من أيام حسام البدري اللي دخله النادي. فأعتقد أن لازم يبقى لهم دور أكتر من أنه دور استشاري، يبقى دور قوي، دور يقولوا رأيهم بمنتهى القوة. الراجل في الأول وفي الآخر هياخد بحاجة، بس لازم يعرف أن لما بيقول حاجة لازم لو هم مش موافقين عليها يقولوا ويعلنوا صراحة اعتراضهم عليها. طبعا ده كله في الأوض أو في الغرف المغلقة، ده مفيش كلام فيه. ولكن أنا بقول لكم يا جماعة أن وقلت الكلام ده امبارح، أن فرقة إمبي لو صدقوا ممكن يعملوا حاجة، لأن معهم مدرب يعرف يمشي الدنيا ازاي ويجيد التعامل مع الكبار. خلينا أكلمكم بمنتهى الأمانة، طارق العشري مدير فني يجيد التعامل مع الأندية الكبيرة من ساعة ما كان ماسك حرس الحدود، وهو مدرب طموح، مدرب مجتهد، باين ان هو صوته مش عالي، صوته واطي، مش بيحب الظهور في الاعلام بكثره، ما بيحبش مش عارف ايه، بيشتغل وخلاص، اسمه بيتردد في كل محنه للنادي الاهلي او في كل محنه للمنتخب، وده من ساعه ما عمل معايشه مع مانويل جوزيه في النادي الاهلي. الناس كلها اعترضت ازاي يعمل معايشه واحد مدير فني لفريق في الدوري الممتاز يعمل معايشه مع فرقه اخرى في الدوري الممتاز حتى لو الاهلي. هو الراجل ما كانش جاي عشان الاهلي تحديدا، هو جاي عشان في مدير فني من وجهه نظره الشخصيه اسم كبير وعامل انجازات كبيره، فما عندوش مشكله وما عندوش غضاضه انه يتعلم منه او يجي يشوف فكر الراجل ده شكله عامل ازاي. وواضح ان هو تلميذ نجيب يعني واضح ان هو بيتعلم. المقولة اللي كلنا بنقعد نقولها لبعض، بس طبعا يعني لما تيجي تنفذها على ارض الواقع تلاقي مشكلة، اللي هو ايه، انا طول ما انا عايش في الحياة اتعلم، حتى لو من حد اصغر مني، حتى لو من حد اقل مني اتعلم. الراجل راح اتعلم من حد اكبر منه، من حد ليه خبرات، ولكن قدره ان هو موجود في مصر. اعمال الجزيلة موجود في اي حتة تانية كان راح اتعلم منه برضو. فزي ما بقول لكم، ما يعني الراجل مدير فني كويس، عنده لعيبه امبارح عدت لكم بالاسامي واحد واحد، اسامي كبيره واسامي كويسه، لو صدقوا وخدوا ثقه في نفسهم واتنقل لهم روح البطوله اعتقد ان هم ممكن يعملوا حاجه. مش معنى ان هم كسبوا النهارده ان هم يعني هياخدوا البطوله، انما وارد بشكل كبير ان هم ينافسوا، وهم بينافسوا لغايه دلوقتي. خلينا ناخد احد نجوم المباراه واللي اعتقد ان هو عامل شغل كويس برده في هدوء، نور السيد لاعب نادي امبي، واللي انا قلت لكم امبارح برده ان نور يعني راجل لعب جونة ولعب زمالك ولعب دفاع حسن الجديد، احترف في المغرب، يعني راجل ليه خبرات، واعتقد ان هي ظهرت النهارده في المباراه. ازيك يا نور؟ ازيك يا كابتن وائل؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ وحشني يا كابتن مصر والله. مبروك النهارده نور. الله يبارك فيك يا كابتن وائل، مبروك للجميع. الله طيب نور، يعني عايز اتكلم معاك في قبل المباراه، في المحاضره بتاعت قبل المباراه كابتن طارق العشري يا ترى قال لكم ايه، و, 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 و التعليمات بتاعته ليكوا كانت شكلها عامل ازاي؟ اولا انا بصراحه والله كابتن وائل، والله كنا يعني احنا مركزين كابتن ازاي بيتكلم في الاسبوع اللي فات كله ان احنا عايزين نكسب، يعني اي مكسب اي حاجه غير النتيجه ايجابيه، سواء كانت تعادل او نتيجه ايجابيه ان شاء الله نكسب، فالموضوع هيبقى بالنسبه لنا صعب شويه، انت عارف الناس كلها بتقرب من تحتنا، فاحنا برضو يعني عايزين ننافس، يعني احنا برضو فرقه كبيره وفرقه خبرات كثيره كبيره، وانت وانا رجوله وانا دايما مع اللعيبه بنتكلم مع بعض، واللعيبه يعني ان كل لعيبه مصر فيها واحد، يعني الروح في الملعب هي اللي بتفرق، بنلعب لابس فانيلا حمر ولا لابس فانيلا صغيره ولا لابس فانيلا كذا، احنا هي دي اللعيبه، انما احنا لو قلت لك الملعب ان شاء الله نطلع بشكل كويس، اول هدف كان لنا النهارده، بس ربنا ما اردش الثلاثه بوينت ما نخسرش النهارده، يبقى برضه في المنافسه ويبقى زي ما احنا برضه ان شاء الله في المنافسه ترتيبه كده. فدي كانت برضه مركزين فيها، وكابتن فارس بيلعب على ثلاثه بوينت النهارده، كلنا كنا بنلعب على ثلاثه بوينت. نور الصوت بتاعك بيقطع. نور انت قاعد فين؟ طبعا هنحاول نكلمك مره ثانيه يا نور، لان الصوت واضح ان هو صوت بيقطع. زي ما بقول لكم يعني نور اهو اتكلم الكلام اللي انا ما اعرفوش، وقال ان احنا بنقعد مع بعض وعايزين نكسب، لان حاجه اي حاجه غير المكسب هتبعدنا. ده الكلام اللي قاله نور، ده الكلام اللي انا كنت قلته لكم من غير ما اعرف كواليس الاعداد اللي بتحصل في نادي امبي. فلو حصل ان هم
قعدوا مع بعض واللعيبه الكبار نقلوا خبراتهم للعيبه الصغيره، والمدير الفني عشان عنده كم من الخبرات وعنده كم من البطولات مع فريق صغير زي فريق حرس الحدود، صغير وقتها كان لسه فريق صغير انما ابتدى يعمل انجازات وابتدى ياخد كاس مصر وكاس سوبر وراح لعب في افريقيا، كل الكلام ده اداله تقل. فاعتقد ان هم لو عملوا التوليفه دي ممكن ينافسوا لاخر لحظه، ممكن ينافسوا لاخر لحظه. وعندهم مجلس اداره محترم جدا بقياده الاستاذ ماجد نجاتي طبعا رئيس النادي، وكابتن عبد الناصر مدير الكوره، من قبليهم كابتن عرب صادق كان حاطط سيستم محترم في نادي انبي، حطه على الخريطه بتاعه كره القدم في مصر. ابتدى نادي انبي كل الانديه المصريه تعمل لها حساب. النهارده وانا جاي في الراديو الراجل المعلق في الراديو قال مباراه القمه ما بين الاهلي وانبي، رجعت كده بالزمن بتاع 8 سنين فاتوا ولا 7 سنين فاتوا ولا 10 سنين فاتوا، قلت يا خبر ابيض ده انبي طالعه من دوري الدرجه الثانيه وما كانش حد يسمع عنها، بقت دلوقتي من انديه القمه. ليه؟ لان عندهم منظومه مجلس اداره بيوفر مناخ كويس، بيتعاقدوا مع مديرين فنيين كويسين، عندهم لعيبه على مستوى عالي، كل الكلام ده يأهلهم ان هم يكونوا في مكانه كويسه في الدوري. وقد كان بتعاقدهم او برجوع كابتن بعوده كابتن طارق العشر مره اخرى ليهم، اعتقد ان هم ليهم شكل مميز السنه دي. والقعده او الكلمه اللي قالها نور السيد في المداخله الا وهي ان بيقعدوا مع بعض وبيقولوا اي حاجه غير المكسب هتبعدنا او اي نتيجه ايجابيه، اعتقد ده يديك انطباع ان في فرقه في ديل كده يعني ماسكه في ديل الزمالك وبتحاول تفطس الاهلي، ما هو سواء زمالك انبي اهلي. فلو حصل ان الاهلي كان كسب النهارده كان هيبدا يزق، هيحصل فيه ضغط شويه على انبي وعلى الزمالك، انما بخساره النادي الاهلي النهارده او بمكسب نادي انبي النهارده للنادي الاهلي بتفطس الاهلي، بتحاول بتعمل ضغط جامد على نادي الزمالك. واعتقد ان الموضوع كده يعني النادي الاهلي جماهيره فعلا ابتدت تقلق بشكل كبير في على مواقع التواصل الاجتماعي، سخط زي ما بقول لكم كبير جدا على المدير الفني، ناس بتنادي بعوده فتحي مبروك مره اخرى. ما اعرفش ايه القرار اللي ممكن يتاخد، هل ممكن كنت بقول هقول لجنه الكوره ولكن النادي الاهلي ما فيهوش لجنه كوره دلوقتي، هل المهندس محمود طاهر بالتنسيق مع كابتن علاء عبد الصادق والكابتن وائل جمعه ممكن يبقى في قعده مع جريده لمناقشه النتائج الغير جيده حتى مع مكسب بطولتين وهي بطوله الكونفدراليه، وكلنا شفنا الكونفدراليه كان شكلها عامل ازاي، كان وارد جدا خساره النادي الاهلي باكثر من هدف لولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي كان مغيبه عن لعيبه سيوي سبورت وتوفيق عماد متعب في الاخر، وماتش الزمالك في السوبر المصري في بدايه الموسم اللي قدر ان هو يكسبه بركلات الترجيح. فيعني الدنيا مبهمة شوية في النادي الاهلي، ما اعرفش ايه القرارات اللي هتتخذ، ولكن زي ما بقول لكم انا محتاج افهم من الناس في النادي الاهلي ما هو مفهوم القطعة، ما هو مفهوم القطعة، هل القطعة هي موسم كامل حتى لو ما خدش الدوري ما بقاش في مشكلة ويبقى خد التجربة، ولا القطعة يبقى شكلها عامل ازاي؟ اعتقد ان في اوقات كان في تعامل بـ 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 يعني في نص موسم زي بالظبط مع توني اوليفيرا في النادي الاهلي، كان هو المدير الفني ومشي بعد 4 اشهر، يعني عادي حصلت قبل كده، يعني ما حدش يفتكر ان لو حصلت يعني هتبقى كارثه في النادي الاهلي، مش كارثه ولا حاجه، عادي جدا بتحصل في احسن العائلات وحصلت في النادي الاهلي قبل كده ما فيش كلام. طيب لجنه المسابقات بتعتمد نتيجه مباراه القمه، يعني اتكلمنا كلام وقلنا حاجات وقلنا وقايع وقلنا يعني دلائل وكل حاجه، ولكن عادي جدا ال 3000 متفرج دخلوا وقعدوا اتفرجوا ومفيش مشكله ان المنافس يعني بتاع النادي الاهلي نادي الزمالك يبقى عنده جمهور في مباراه بدون جمهور، عادي جدا دي حاجه ما فيهاش اي مشكله، ولجنه المسابقات شافت ان هي ما فيهاش اي مشكله، وده يعني حاجه انا مستغربها. ولكن زي ما عملنا مداخله مع كابتن عزم مجاهد وقال ان الامن هو المسؤول، ماشي يعني هو خلاص ما دام المباراه عدت يبقى اكيد كل واحد هيرمي اللوم على الاخر ويقول ان ده هو المسؤول، انا اكيد مش مسؤول. احلى حاجه ايه بقى؟ وقال عزم مجاهد مدير الاعلام بالجبليه، بص بقى بص الكلام، ان اللجنه لن توقع اي عقوبات على الزمالك بسبب الجماهير الزائده التي حضرت المباراه. يعني بص التصريح، بص التصريح، ان انا مش هوقع اي عقوبات على فرقه الزمالك بسبب الجماهير، يعني انا اديت يعني اديت السبب اصلا، يعني انا اديت الجرم اللي حصل او المشكله اللي حصلت وبقول ان انا مش هدي عليها اي حاجه.
يعني مش هوقع عليك عقوبه عشان الجماهير الزياده اللي دخلت، يعني اقرار مني، اقرار مني في ان في جمهور زياده، يعني ده اقرار مني اهو ان في جمهور زياده، بس انا مش هدي عقوبه عليه. طيب معايا صلاح سليمان لاعب نادي الزمالك السابق وام بي الحالي، واللي النهارده عمل مباراه كويسه برضو. يا صلاح الخط قطع ولا ايه؟ طيب نحاول نرجع لصلاح مره اخرى. لجنة الأندية بتجتمع بالوزير لإشهار رابطة المحترفين. قررت لجنة الأندية في اجتماعها اللي عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة تضم كل من رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنة الأندية ومعه اللواء مجدي اللوزي رئيس نادي طلائع الجيش واللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقصة وعز حسين نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري وأحمد الصحيفي ممثل نادي الجونة ومعهم ممثلين عن اتحاد الكرة إيهاب الهيطة ومحمود الشامي عضو مجلس الإدارة للاجتماع بخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لدراسة إشهار رابطة الأندية المحترفة بشكل مؤقت لحين إصدار قانون الرياضة الجديد. وكانت لجنة الأندية كانت أرسلت خطاب قبل كده للوزير لعرض الملف بالكامل، والوزير قام بتحويله للشؤون القانونية عشان يبدو الرأي القانوني فيه، وهيستجمع بعدها الوزير مع وفد لجنة الأندية في وجود الشؤون القانونية للوزارة لاتخاذ القرار النهائي. لجنة الأندية تمنح حرية الاختيار لكل نادي في تنظيم دخول جماهيره. ازيك يا صلاح؟ الو. ازيك يا صلاح؟ كابتن وائل ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن، الحمد لله. مبروك النهارده. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا كابتن، الحمد لله. انا عايز بس قبل ما اكلمك في المباراه، الدنيا ما يعني كويسه معاك دلوقتي؟ كنا عملنا مكالمه قبل كده في بدايه الموسم ولما كنت لسه في الزمالك وكنت لسه متأزم نفسيا، دلوقتي الدنيا احسن متهيألي. الحمد لله دلوقتي الواحد ارتاح شويه نفسيا، يعني والحمد لله في احنا هنا في الدنيا ماشيه كويس والسيستم كويس، الحمد لله الواحد مرتاح يعني خلال الفتره دي. تمام. صلاح عايز اعرف منك كابتن طارق العشري قبل المباراه كان بيقول لكم ايه، وبين الشوطين قال لكم ايه، وبعد المباراه قال لكم ايه؟ بالنسبه لتعليمات الكابتن ان احنا الحمد لله دلوقتي بقى لنا شخصيه معينه في الملعب، قدرنا ان احنا النادي طبعا نادي كبير عنده لعيبه تقدر ان هي عندها الفرص تقدر تخلص، بس الحمد لله كابتن طارق اتكلم معانا ان احنا نقدر نحاول ان احنا نمط الوقت على قد ما نقدر ونلعب على الكونتر وان شاء الله هنجيب. يعني هو كان بيتكلم في حته ان انت طول ما انت مع النادي الاهلي ماشي معاك هو بيستفز واحنا نقدر نخطف، والحمد لله قدرنا نعمل دي. تمام. بين الشوطين قال لكم ايه؟ خصوصا ان كان في الشوط الاول يعني تفوق شويه من النادي الاهلي ولحق بعض الفرص كان ممكن تخلص المباراه. هي كانت كوره من ناحيه اليمين من عندنا، كانت التغطيه ما كانتش كويسه في الكوره دي، قدر ان هو يتكلم مع اسامه، واسامه الحمد لله الشوط الثاني كان نجم المباراه الباك رايت بتاعنا. وقدرنا ان احنا نقفل ونلعب على الكونتر، ده كان الشخصيه اللي هو الكابتن كان عايز يلعب فيها في الماتش ده، وقدرنا ان احنا نعملها وكنا ممكن نقدر نخطف الماتش اكتر من كده. بعد المباراه بعد المباراه قال لك ايه؟ قال لكم ايه؟ طبعا كان مبسوط طبعا بالنتيجه، طبعا 3 بونت مهمين قوي بالنسبه لنا ان انت ما تبعدش عن المنافسه، والحمد لله احنا لسه في المنافسه دلوقتي ما بيننا وما بين الزمالك 3 بونت، الماتش الجاي مع نادي الزمالك وان شاء الله نقدم اللي علينا. ان انت في الفتره اللي فاتت بتتكلم ان نادي انبي عنده ضغط ومش قادر يكمل ونفسه ومش عارف ايه، ما برضه يا كابتن يعني نادي انبي الحمد لله الثلاث ماتشات اللي هم بعد ماتش الزمالك احنا ما خسرناش غير ماتش واحد، يعني هو ماتش واحد اللي خسرته اتعمل على الدجه كله، والبدايه يعني اي ماتش كنا الضرب بيبقى فيه بالنسبه لنا كان تعادل. دلوقتي نادي انبي لما بياخد بونت احترامي السنه اللي فاتت، دلوقتي نادي انبي بياخد بونت بيبقوا زعلانين مجلس اداره ولاعيبه وجهاز، وده طموح كويس للاعيبه وان شاء الله نفسنا ونقدر نكمل باذن الله. سيبك من الناس اللي بتعمل ضجه مع خسارتكم او مع تعادلكم الكلام ده، انا عايز اتكلم انتوا كلاعيبه قعدتكم مع بعض هل بتتكلموا ان انتوا فعلا عايزين تنافسوا ولا انتوا كده الحمد لله يعني موجودين في منطقه كويسه وخلاص؟ كابتن وائل حضرتك شايف حتى روح اللعيبه مش عايزه تخسر، يعني مع احترامي احنا دلوقتي الثلاث انديه القمه الجماهيريه نادي الاهلي نادي الزمالك الاسماعيلي الحمد لله واخدين من 12 بونت واخدين 7 من 9 بونت واخدين 7 بونت، فده طبعا اللعيبه نفسها احساسها ان احنا نقدر وقادرين وعندنا لعيبه. السنه اللي فاتت مع احترامي كان في دروب شويه في النادي وكان بينقص على الهبوط، السنه دي قدروا ان هم يجيبوا لعيبه ويوفروا لعيبه مع الجهاز الفني كابتن طارق ولاعيبه خبرات في الفرقه، قدرنا ان احنا نمشي بخطى معانا بناخد ماتش بماتش والناس بتراهن علينا ان احنا نقع، بس ان شاء الله احنا اللعيبه عندهم طموح.
والحمد لله على كل شيء يعني نعمل نقدر نكمل. تمام، مبروك صلاح سليمان لاعب نادي انبي، بتمنى لك التوفيق واتمنى للفريق الامباوي التوفيق وتكملوا كده على نفس المستوى. بشكرك شكرا جزيلا. لجنة الأندية زي ما بقول لكم بتمنح حرية الاختيار لكل نادي في تنظيم دخول جماهيره. أعلنت لجنة الأندية أن كل نادي سيكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن تنظيم مبارياته التي يحضر فيها الجمهور ونتائج حضور جمهوره، ويختار هو الطريقة الأفضل لتنظيم دخول جمهوره سواء عن طريق الاستمارات التي سبق وأن طرحتها لجنة الأندية أو عن طريق طرح التذاكر للجميع. وأكد غالبية أعضاء اللجنة أنه لا يليق ببعض الأندية أن ترفض حضور الجمهور بعد أن سعت اللجنة بكل جهد وقوة بالتعاون مع اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة لعودة الجمهور للملاعب مرة أخرى. جلسة بين اتحاد الكرة وممثلي الأندية بسبب مديونية ماسبيرو. طالبت لجنة الأندية عقد جلسة بين ممثلي الأندية وهم الزمالك، النصر، دمنهور الاتحاد ومجلس إدارة اتحاد الكرة لدراسة بيع حقوق إذاعة كاس مصر لمدة 3 سنين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون مقابل 21 مليون جنيه طبقا للمادتين 69 و70 من لائحة النظام الأساسي اللي بينصوا على أن الأندية المشاركة في أي مسابقة والاتحاد هما المالكين لكل الحقوق التسويقية ويجب عليها الاتفاق سويا على بيع هذه الحقوق. وده بسبب رغبة الأندية بيحاولوا يعملوا الاجتماع ده عشان رغبة الأندية في تحصيل المديونية المتأخرة على ماسبيرو أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون اللي بتبلغ 31 مليون جنيه و200 ألف جنيه. 31 مليون و200 ألف جنيه رقم كبير قوي. طيب لسه هنشوف بقى الدنيا فيها ايه وايه اللي هيحصل مع الاتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري. وكيل عبد الشافي او وكيل محمد عبد الشافي بيكشف حقيقه العرض السعودي. محمد رضا وكيل اللاعب محمد عبد الشافي ظهير ايسر الزمالك المعار لاهلي جده اكد ان النادي السعودي بيرغب في ضم عبد الشافي نهائي، وده يمكن اتكلمنا فيه من فتره، وان هو انما لسه ما قدمش عرض رسمي لغايه دلوقتي عشان الدور الثاني لسه بادئ في الدوري السعودي، والنادي عايز اللاعب يركز بشكل كبير في المباريات بتاعت الدور الثاني اللي هتبدا. وقال كمان ان هو تم تكليفه من قبل النادي السعودي بصفته وكيل اللاعب بالتفاوض مع نادي الزمالك قبل ما يبعته العرض الرسمي. قلق في الزمالك بسبب الشناوي. احمد الشناوي قبل مباراه الاهلي حس بالام في ده كلام داخل نادي الزمالك عشان تبقوا فاهمين، يعني الكلام اللي انا بقوله ده كلام يدار ويقال ما بين اروقه نادي الزمالك او داخل نادي الزمالك، الا وهو ان احمد الشناوي حس بالام في انكل رجله، مش عنده برد زي ما كانوا بيقولوا قبل مباراه الاهلي، ولعب مباراه الاهلي وبعد كده حصل له يعني زي ما بيقولوا رشح كده او تورم يعني في الانكل، اللي هو ده اللي خلاه يغيب عن مباراه امبارح مباراه النصر. في قلق في نادي الزمالك، ويمكن ده برضو يقال ان كابتن احمد سليمان سبب غضبه الفتره اللي فاتت ان احمد الشناوي كلمه وقال له ان انا يعني عندي مشكله في رجلي ومش عارف ايه، وان هم لعبوه وهو عنده المشكله فمش عارفين. وطبعا الجهاز الطبي دلوقتي بقياده ايمن فريد بعد رحيل الدكتور عادل حداد يعني هو بيعمل المستحيل عشان خاطر يخلي احمد الشناوي يلحق المباراه المرتقبه امام امبي طبعا يوم الحد اللي جاي، لان مباراه قمه بمعنى الكلمه، المتصدر والوصيف الاثنين بينافسوا بشكل كبير جدا على بطوله الدوري هذا الموسم. فلاعب زي احمد الشناوي او بقيمه احمد الشناوي اكيد نادي الزمالك بيسعى بكل جهده او الجهاز الطبي في نادي الزمالك بيسعى بكل جهده ان هو يبقى متواجد ويبقى بيلعب المباراه. فزي ما بقول لكم برضو احمد علي تساؤلات كتير واستفسارات كتير حوالين ان احمد علي لعب مباراه الاهلي وهو برضو مصاب، ويمكن اتغير في اول كوره او في اول المباراه، فده معناه ان الناس في نادي الزمالك بيلعبوا الناس وهم مصابين ولا معناه ايه؟ يعني معناه ان الجهاز الطبي مسؤول عن الكلام ده، ولا المدير الفني بصفته هو المسؤول الاول والاخر والاخير عن كل قرارات اللعبه من عدمه في التيم؟ هل كابتن محمد صلاح يسال عن احمد علي واحمد الشناوي اللي لعبوا وهم مصابين؟ كل الكلام ده اسئله بتطرح واحنا بننتظر اجابات، ولكن في الاول وفي الاخر هو المدير الفني، في الاول وفي الاخر هم اللاعبين وهو مستقبل اللاعبين. ويمكن احنا كنا قلنا قبل كده في اصابات ممكن الواحد يجي على نفسه يلعب عليها، انما برضو اللاعب هو مقياس نفسه، او كانوا بيقولوا لنا دايما واحنا بنلعب ان اللاعب هو طبيب نفسه، انت تقدر تحس اذا كنت هتقدر تكمل ولا مش هتقدر تكمل، هتقدر عندك القدره على التحمل ولا ما عندكش القدره على التحمل.
كان الله يمسيه بالخير كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن كان انك رجلهم بيبقى قد كده قد كده ويضربوه في الحيطه مفيش مشكله عندهم خالص. ده قدره تحمل. حد تاني ممكن يبقى عنده واوا صغيره قد كده واوا قد كده ما يقدرش يلعب. فهي قدره تحمل البني ادمين وكل واحد يعني حسب قوه تحمله. فاصل يا كابتن. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقيه اخبارنا. هذا البرنامج برعاية رافقني إلى دبي. إليك أول وجهة تتهادى إليها الرفاهية من جميع الأرجاء وتتألق فيها الطبيعة الخضراء. احجز فيلا فاخرة خلال مهرجان دبي للتسوق بدفعة أولى بقيمة 105,000 دولار واحصل على سيارة مرسيدس بنز أو أستون مارتن فانكويش أو سيارة فاخرة من طراز آخر كهدية مضمونة. دمك العقارية. عيش حياة الرفاهية. مش فاكر اي حاجه. انت الشخص المناسب في الوقت المناسب. سيبني البلد بحالها. مين ده؟ سرقوا اسمك وهويتك وسابوك كده. يا عيني مش فاهم حاجه. بيقول ان قابل واحد بيقول انه يوسف رمزي الحقيقي وان اللي جالنا المكتب ده يوسف رمزي مزيف. بدلوني بواحد تاني. واحد كان عايز يقتلني وسرق اسمي وده لواحد تاني. النتيجة النهائية هيحسمها الناس اللي احنا بينهم هما من ليه. مسلسل اسم مؤقت على دريم ون في الأوقات التالية. تجربة خاصة جدا وعرض مختلف. المخرج خالد جلال وأبطال عرض بعد الليل في حلقة خاصة من داخل الكواليس قريبا مع منى سلمان في برنامج مصر في يوم على دريم 2. تعالوا نقفل باب شريف عبد المنعم علينا وأحدث الأغاني. يا رب مصر اللي انت لمنا وصفتها قلت ادخلوها آمنين. انا حلمي عايش لسه. لسماع وتحميل واهداء اغاني شريف عبد المنعم اتصل على الارقام الموجودة على الشاشة. في البلد دي زي عدم شريف عبد المنعم. رافقني إلى دبي. إليك أول وجهة تتهادى إليها الرفاهية من جميع الأرجاء وتتألق فيها الطبيعة الخضراء.
احجز فيلا فاخرة خلال مهرجان دبي للتسوق بدفعة أولى بقيمة 105,000 دولار، واحصل على سيارة مرسيدس بنز أو أستون مارتن فانكويش أو سيارة فاخرة من طراز آخر كهدية مضمونة. دمك العقارية، عيش حياة الرفاهية. للإعلان على قنوات دريم، الوكيل الإعلاني شركة أدلاين. تليفون، فاكس، ويب سايت. هذا البرنامج برعاية اهلا بحضراتكم مره اخرى. رجعنا لكم بعد الفاصل. الزمالك بيدرس عروض استعاره محمد ابراهيم. كشف مسؤول الزمالك عن وصول عرضين من السعوديه والامارات خلال الساعات اللي فاتت من اجل الحصول على خدمات محمد ابراهيم على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم، ومن المنتظر ان يتخذ مجلس الاداره قراره النهائي بشان العرضين خلال ساعات. البطاقه الدوليه لمحمد ابراهيم تسلمها نادي الزمالك من ايام بعد ما خلص مشكلته مع نادي ماريتمو البرتغالي. نظير سداد اللاعب 200,000 يورو بخلاف تنازل الزمالك عن 400,000 يورو مقابل انتقال اللاعب للفريق البرتغالي. الزمالك بيعكس تذاكر الطيران لفيريرا. مسؤول نادي الزمالك حجزوا تذاكر الطيران للمدرب البرتغالي فيريرا من اجل ارسالها ليه النهارده عشان يحضر للقاهره. زي ما قلت لكم امبارح هيجي ان شاء الله يوم الخميس بعد بكره عشان يوقع عشان يمضي على عقود تدريب الفريق خلال الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لكم هياخد 45,000 دولار ومعاه 2 مساعدين، واحد للأحمال واحد لمساعدته كمدرب عام. فمش عارف، طب ما كنت عاملين أزمة على فيرا ليه؟ ما هو فيرا كان عايز يجي وكان هيجيب يعني كان هيجيب أسامة نبيه اللي كان عارفهم يعني مش عارف. طيب أكيد بقى في حاجات في الكواليس يعني. احمد سمير بيغيب عن الزمالك امام امبي. تاكد غياب احمد سمير ظهير ايسر الزمالك عن مباراه فريقه القادمه امام امبي والمقرر اقامتها يوم الاحد القادم بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث في لقاء الزمالك والنصر اللي اقيم مساء امس الاثنين وانتهى بفوز الزمالك ب3 اهداف مقابل هدف. انا مباراه الزمالك عدت امبارح اهو، ما جبت سيره التحكيم عشان بس ما حدش يقول لي مش عارف ايه. انا ما جبت سيره التحكيم امبارح، يعني ما شاء الله يعني حاجات بتتحسب. مش عايز اعيد نفس السؤال مره تانية، بس يعني انا ما جبت سيره التحكيم امبارح. طيب معايا كابتن عزمي مجاهد. ازيك يا كابتن عزمي؟ منور يا اولى، ازيك حبيبي يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله كل زي الفل. اخدتوا قرار باعتماد لجنه باعتماد نتيجه مباراه القمه النهارده؟ لجنه الشباب اعتمدت نتيجه مباراه القمه وتحويل المذكره اللي قدمها النادي الاهلي للعميد طلعت سويلا للرد على النادي الاهلي. للايه؟ تحويل المذكره اللي بعتها النادي الاهلي بخصوص المباراه والجماهير. ايوه، للمدير التنفيذي العميد صلوات سويلة للرد عليه. طب هل ممكن انما اعتمدت النتيجه خلاص يعني؟ طب هينظر في الشكوى ليه؟ مش عارف. لا مش هينظر يعني، هيرد عليهم بقى يعني يرد عليهم بس ان احنا اعتمدنا النتيجه وان هيدي حيثيات يعني. ايوه. طيب اصل انا حضرتك انا قلت ان اللجنه لم توقع اي عقوبات. انا عندي الخبر بيقول كده، وقال عزمي مجاهد مدير الاعلام بالجبلايه ان اللجنه لم توقع اي عقوبات على الزمالك بسبب الجماهير الزائده التي حضرت المباراه، مظبوط؟ حصل. طب ما هو ده اقرار يا كابتن عزمي ان في جماهير زائده. انا بقول بص طبعا انا عشان اقول الكلمه لابد ان كل الكلمه عشان انت ما تسمعني يبقى انا عندي مصداقيه. مظبوط مظبوط طبعا. لما اقول ان اعتمدوا النتيجه بالرغم من هو الجماهير، الناس مش شايفه ولا انا اللي شايف بس؟ حلو قوي، يعني في اقرار من الناس في الجبلية ان كان في جماهير زايده، يعني في مخالفه. انا بقول اللي انا شفته، وبعدين المشكله ان احنا داخلين على كمان انت عارف الجماهير هتبدا تخش الماتش بتاع بكره. طبعا
وطبعا احنا يعني نتمنى يا وائل ان تكون الرساله وصلت من الجماهير، ان وزاره الداخليه واتحاد الكوره يصروا على دخول الجماهير في الظروف دي، يعني لها رساله كبيره جدا لازم الناس تفهمها. ماشي يا كابتن عزمي، يعني بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يعني نشوف الحساب بتاعت الرد بتاع مدير التنفيذي للجبلية. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عزمي مجاهد، مدير ادارة الاعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم. كان امبارح العميد محمد ابو السعود لما اتكلم معانا كان بيتكلم عن ان في لعيبة بتقول اللي ما خدناش فلوسنا ومش عارف ايه، وكان هو كابتن الفريق، انا ما كنتش واخد بالي مين. فاعتقد ان هو بالقرار اللي اتخذ النهارده واللي هو لحضراتكم دلوقتي ده معناه ان هو كان عمرو السوليه. قرر مجلس اداره النادي الاسماعيلي سحب شاره القياده من عمرو السوليه قائد الفريق بعد حسن عبد ربه اللي بيخضع للبرنامج التاهيلي بعد اجراءه جراحه الرباط الصليبي في الركبه، ومنحها لعصام الحضري حارس المرمى مع منح الاخير صلاحيات مدير الكره. برضو غريبه جدا، انا يعني انت بتعمل حاجه كويسه وبتعمل حاجه انقع اوحش، ان ازاي لاعب يبقى معاه صلاحيات مدير الكره؟ يعني لاعب يخصم من اللعيبه ازاي؟ يعني ازاي لاعب يوقف لاعب ازاي برضو؟ ما يا جماعه اذا اردت ان تطاع فامر مش عارف بالمستطاع. فما ينفعش يبقى في لاعب مهما كانت قيمته ياخد صلاحيات مدير الكوره. ما تعين مدير كوره، عين مدير كوره يبقى بيجمع ما بين ان اللعيبه بتحبه وبتحترمه، ما دام انت شايف ان في هرج ومرج وان ريكاردو مش قادر يسيطر. العميد محمد ابو سعود لازم، انا يعني القرار ده كنتوا اخدتوه قبل كده مع حسن عبد ربه وبعد كده رجعتوا فيه لان انتوا لقيتوا ان الموضوع ما ينفعش، ولا عشان علاقه ريكاردو بعصام الحضري علاقه قويه جدا فما فيش مشكله ريكاردو ما اعترضش المره دي، ولا عشان حس ان هو ممكن يمشي فقال لك ما عنديش مشكله في اي قرار هيتاخد؟ فكلام غريب. طيب معايا الدكتور محمد رفعت المدير التنفيذي للجنه الانديه. ازيك يا دكتور؟ كابتن وائل شرف حضرتك الو. ايوه يا فندم. حضرتك فندم. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. طيب انا عايز اكلم حضرتك في القرارات اللي اخذتوها النهارده واللي اعتمدت وكواليس القعده بتاعت النهارده. في البدايه كان الاجتماع جاي بعد توقف اكتر من شهر للجنه، فكان في موضوعات ملحه كانت مستدعيه الاجتماع ليها بعد التوقف ده. تمام. كانت اهمها خمس موضوعات. كان اول حاجه مناقشه المدنيه السابقه على التلفزيون المصري لموسم 2013 2014، 31 مليون اللي 31 مليون و200 الف. تمام. ثاني حاجه كان في مناقشه حقوق الانديه فيما يخص حقوق كاس مصر. الاتحاد المصري باع كاس مصر وتعاقد معاه بدون رجوع الانديه، فده كان مثار غضب بعض الانديه وطلبت عقد الاجتماع علشان تناقش الملف ده في حضور الحاج محمود الشامي والمهندس ابو ليطا ممثلين الاتحاد في اللجنه. كان ثالث حاجه كان برضو خلال الفتره اللي فاتت بسبب ان لجنه الانديه يعني وزعها كتير ان هي بدون صلاحيات وان هي لجنه توصيات وان هو لازم يبقى فيه خطوات ايجابيه لإشهار الرابطة، فبدأت خدنا بعض الخطوات مع وزارة الرياضة، عملنا جواب للمهندس خالد عبد العزيز وطلبنا منه إشهار مؤقت للرابطة إسوة برابطة الرياضيين رابطة اللعيبة المحترفين اللي رئيسها مجد عبد الغني كابتن مجد عبد الغني. إشهار مؤقت للرابطة بس بدون ان يبقى فيه انديه محترفه؟ يعني انت عندك هتاخد بس التايتل من غير ما يبقى فيه فعلا انديه محترفه؟ لا، هو الانديه مش كلها محترف. الانديه عشان تلعب في الدوري في بطوله افريقيا لازم كانت تاخد زي رخصه للاتحاد الافريقي. مظبوط. عشان تلعب في البطوله الافريقيه. مظبوط. ففي خمس انديه اخذوا الرخصه وباقي الانديه يعني في طريقها ان هي تاخد الرخصه، لكن بقيه الانديه لسه ما اخدتش الرخصه. لكن بالنسبه للرابطه هي مش هتبقى رابطه الانديه المحترفه، هتبقى رابطه انديه القسم الاول. رابطه انديه القسم الاول، ودي يعني عشان تحويل الموضوع بدل ما يبقى توصيات يبقى قرارات. لا، وتبقى خطوات استباقيه او خطوات ممهده ان هي تبقى بعد كده رابطه انديه محترفين.
يعني ده ده ده, ده, ده العرف اللي ماشي ماشيه بيه دول العالم، يعني ده دي الستيب الاولانيه او دي الخطوه الاولانيه اللي بتتعمل دايما. لا احنا عايزين من اللجنه نوجد لها كيان، وده كده مجرد مقترح ومجرد خطوات حاولت بعض الاعضاء ان هم ياخدوا خطوات فيها تمام مع الوزاره، ووجدوا واتعرض من بعض رؤساء الانديه مقرات خارج الاتحاد لاداره شؤون الرابطه من خلال المقر. خاطبت الوزاره بالكلام ده؟ خاطبنا الوزاره وبعتنا خطاب الاسبوع اللي فات للسيد الوزير، والسيد الوزير عرض على الشؤون القانونيه للدراسه، وفي اجتماع مشكل من خمس انديه من خمس رؤساء انديه، والمهندس ايهاب المهندس محمود هيحضروا هذا الاجتماع بحضور السيد رئيس لجنه الانديه. مش طب واتحاد الكوره موافق على الكلام ده؟ ده اصل الكلام ده معناه ان اللجنه هتبقى خلاص هتبقى هي اللي تدير اللجنه ما زالت حتى الان هي تتبع ال ما انا عارف ان هي حتى الان، انما انا افترض ان الوزاره ردت عليكم وقالت لكم موافقين ما عندناش مشكله. لو احنا ما اخدناش الخطوات، لو اللجنه ما خدتش الخطوات للتحول للرابطه، ده هيعرضها لبعد كده ان الدوري المصري هيبقى الانديه هتبقى محرومه ان هي تشارك في البطولات بعد كده الافريقيه والبطولات اللي بينزلها الاتحاد الدولي خارج البطولات المحليه. بسبب تطبيق دوري المحترفين كان شرط من شروط الاتحاد ان قبل نهايه موسم 2015 وبدايه موسم 2016 لازم الانديه تتحول لانديه محترفه ويبقى في رابطه. فلو ما كناش هناخد خطوات ونسعى لمجرد خطوات في هذا الموضوع، فبالتالي احنا هنتعرض لعقوبات ومش هنتقدم ومش هناخد خطوات في هذا الموضوع. فاحنا حاولنا مع وزاره الرياضه اللي هي لحد ما يطلع قانون رياضه جديد، ولحد ما يبقى في قانون رياضه جديد يسمح باشهار الروابط، فاحنا عملنا محاوله مع سياده الوزير وهنقعد مع سياده الوزير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بحضور المهندس ايهاب والمهندس محمود واللي هو مجدي اللوزي رئيس مجلس قضاء الجيش، واللي هو محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصه، والحاج احمد السعيد الممثلي، والحاج احمد السعيد مظبوط، والعميد عادل ريت مس اتحاد الشرطه، وهيتم اللقاء وهيتم عرض الموضوع وما انجز من لجنه الانديه في وضع لائحه النظام الاساسي والبروتوكول اللي تم بين لجنه الانديه وما بين الاتحاد، كل المقترحات اللي اقترحت وامكانيه اشهارها كشركه مؤقته، يعني كل المقترحات اللي الانديه بتامل ليها هتعرض على سياده الوزير للشؤون القانونيه. تمام. الحاجه الرابعه والخامسه بقى يا فندم، بعد كده في حاجه خاصه بحقوق الانديه اللي هو التلفزيون في المدينه المتاخره 2013 2014 كان في 31 و200 ألف، تم الاتفاق على تسويتهم على دفعات ربع سنويه. تمام. وده كان شرط من شروط العقد اللي اتبرى ما بين الاتحاد والتلفزيون. تمام. ومسابقه كاس مصر. تمام. ان يتم سداد 8 مليون بكل 3 شهور. حلو. بعد كده في القناه ابو ظبي الرياضيه كانت طلبت شراء الموسم خلال الثلاث مواسم المقبله، وهذا العرض تم تشكيل لجنه لدراسته واعاده العرض في الاجتماع القادم ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا الاستاذ محمد رفعت المدير التنفيذي للجنه الانديه. ازمه في مران الاسماعيلي بسبب عصام الحضري، عصام الحضري بقى هو قائد الاسماعيلي دلوقتي بعد ما قرر مجلس الاداره بتاع النادي الاسماعيلي قرر منح شاره الكابتنه لان هم معترضين على السوليه، لان السوليه اثار بعض المشاكل داخل الفريق، فادوا لعصام الحضري شاره الكابتنه. ففي بعض من الجماهير مستاء ان عصام الحضري يبقى هو قائد الاسماعيلي. دي حاجه برضو زي ما بقول لكم غريبه شويه، ان ريكاردو كان موافق قبل كده، كان معترض قبل كده على ان حسن عبد ربه ياخد صلاحيات مدير الكره وهو لسه في الملعب، دلوقتي عصام الحضري واخد نفس الصلاحيات وهو لسه برضو في الملعب. فانا مش عارف ريكاردو بياكل عيش ولا ريكاردو عايز ايه. انا برضو نفسي افهم هل الموضوع عشان هو حس ان هو اقترب من الرحيل وان في كلام كتير عن اقالته ونبره الصوت بتاعه العميد محمد ابو سعود رئيس النادي ابتدت تعلى عليه وابتدى يبقى فيه كلام ان ممكن ياخد قرار ضده، فابتدى هو يعني يرخي شويه ولا ايه، انا مش عارف. الاسماعيلي بيتسلم مستحقات اعاره عواد بشيك، تسلم النادي الاسماعيلي النهارده الثلاث شيك الخاص بصفقه انتقال محمد عواد حارس مرمى الفريق للنادي المصري على سبيل الاعاره، والشركه الراعيه للناديين
كانت تحملت المقابل المالي المقابل المالي البالغ قيمته 500,000 جنيه. الاتحاد بيطبع 3500 تذكرة للجماهير بدلا من 5000. ليه بقى 3500 بدلا من 5000؟ لان الامن قال لك ان الملعب مش مجهز غير ان هو يستلم او يستقبل 3500 مشجع، لان مفيش اشتراطات امنيه، عدم توفر الاشتراطات الامنيه. وده يرجعني للكلام اللي انا كنت بقوله قبل كده فيما يتعلق بان احنا كان في كلام كتير جدا بعد مذبحه بورسعيد او بعد ازمه مباراه المصري والاهلي بشان ان النيابه لقت ان لازم الملاعب يبقى فيها كاميرات ويبقى فيها بعض الشروط والمعايير عشان يقام عليها المباريات. هل كل الانديه او كل الاستادات اللي موجوده دلوقتي فيها الشروط اللي النيابه حطتها؟ اشك، او بلغه تانية كلا البتة، مستحيل. يعني انا بقول لكم مستحيل. ماشي، سموحه بيجمد مكافئات لعبته، رفض نادي سموحه صرف مكافئات تعادل الفريق في المباراه الاخيره مع الاسيوطي، وقررت اداره النادي ايقاف صرف المستحقات لحين تحسن النتائج في ظل الموقف الصعب اللي بيعيشه الفريق في جدول الدوري الممتاز. يحتل سموحه مركز ال 15 برصيد 19 نقطه بعد تعادله في اخر مواجهتين امام الاسماعيلي والاسيوطي. يعني انا برضو كل شويه بقول سبحان الله في اداره نادي سموحه، الناس كان معاها مدير فني يعني ماشي معاهم بشكل كويس، خلاهم الوصيف ونفسه لاخر لحظه على بطوله الدوري السنه اللي فاتت، ونفسه لاخر لحظه على بطوله الكاس السنه اللي فاتت، دخلهم افريقيا كل الكلام دوت، وبعد كده غيروه لمجرد ان هو مش عارف. انا مش عارف هو اتغير ليه، يعني انا مش عارف هو اتغير ليه للامانه. فالنادي نادي سموحه بيدفع ثمن تغيير مدير فني كان لازم يكمل. ما كانش فيه اي مؤشر او اي حاجة تدل على انه ماشي، حاجة غريبة. طيب معايا كابتن عز حسين، طبعا نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري. كابتن عز ازيك؟ ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يكرمك، الله يخليك، ربنا يكرمك. طيب عندي سؤالين لحضرتك. اول حاجة طبع 3500 تذكرة بدل من 5000، هل عشان موضوع الاشتراطات الامنية فعلا وعدم توفر الاشتراطات الامنية في الاستاد؟ الكلام بصراحة ولا نلف وندور؟ لا بصراحة طبعا. طيب مفيش ملعب في مصر حتى ملاعب القوات المسلحة عنده الاشتراطات الامنية ما عندوش الخمسة، لان في حاجات مستحيلة انها تتعمل زي السور الداخلي والانبوب بتاع الجمهور. مظبوط مظبوط، ده انا قلته على فكره، ده انا قلته من قبل حضرتك تخش معايا. انا قلت ان مفيش استاد الاشتراطات اللي النيابه كانت حطاها، اعتقد مفيش استاد في مصر عاملها. لا، في 3 من 5. الثلاثه اللي احنا اللي يقدر يعملهم احنا عملناهم في استاد اسكندريه. لان لو عملت السور يبقى مفيش جمهور هيتفرج. لان طبيعه المدرجات انها واطيه على الملعب. ايوه فاهم. طيب نمرة واحد، نمرة اثنين كلمة الاشتراطات الأمنية، الأمن اللي هددنا بيها واحنا في الاجتماع بتاع الأمن إن أنا عارف من استاد اسكندرية خالص وعدم توافق الاشتراطات الأمنية. ليه يعني؟ ليه أنتوا شايفين إن في تعنت من أمن اسكندرية معاكم يعني؟ لا لا لا، هو مش تعنت، مش يعني أنا بنعذر، يعني أنا بنعذر، أنا يعني من ساعة ما حصل اللي حصل في العريش أنا بعذر، يعني لو عسكري عدى أنا ما تعديش من هنا بدون مبرر مش هعدي. تمام، انا بعذر الظروف اللي احنا فيها، انا بنعذر الكل، لكن الناس خايفه ومتخوفه والشرطه مرهقه، ما فيش الكم الكافي، الكم الكافي من التامين يعني، ما فيش فهم عاوزين يبعدوا الحاجه دي بعيد عنهم، لكن هو ده امر، وسياده وزير الداخليه اقر هذا الامر وبعته للمديرات اللي كلها عاملينه امر. فانا فوجئت ان يعني مش عاوز اقول تعنت، عاوز اقول ان الجماعه متخوفين، فقالوا لا احنا مش هنطبع غير 3500 تذكره. يا اما روح العبوا برج العرب. لا حلوين، 3500 3500 احسن من مفيش. زي المثل بيقول الاعور احسن من الاعمى. طيب يعني ربنا يكرمكم ان شاء الله وعوده الجماهير تبقى حاجه كويسه ليكم. طيب انا كنت عايز اسالك على سؤال تاني كده سريع. اتصالحت مع رئيس لجنه الانديه ولا ما اتصالحتش؟ لا ده موضوع شخصي، وهو اساسا يعني عيب نقول ان احنا يعني احنا ما اتخانقناش على 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 دوري ولا على ماتش ولا على حاجه. ده موضوع شخصي، والمستشار مرتضى كلكم عارفينه وعارفين الوضع، وانا برضه ما بتحملش الهوا عليا. اللطشه جت وانتهت النهارده، فضلناها يعني.
لا اصل اصل الموضوع اعتقد ان غير ان هو شخصي يقال ان حضرتك زعلت عشان خاطر كان رئيس لجنه الانديه بيطالب باقاله عامر حسين اللي هو اخو حضرتك طبعا او الحاج عامر يعني. انا 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 زعلت ان ان اتسرب علينا واحنا في لجنه الانديه كلام غير حقيقي. اه ان رئيس لجنه الانديه حكى لنا قصه كده ان عامر قدم استقالته عامر مش عارف ايه عامر غلطان عامر قاعد في اسكندريه ما بيحضرش اجتماعات. اه فده كلام غير حقيقي وانا قلت والله ان كل الملاحظات دي نبعتها لاتحاد الكوره واتحاد الكوره ملزم ان يجيب لنا الرد من لجنه المسابقات واذا كان عامر مخطئ بلاش نقول عامر وعايز نقوله اذا كان رئيس لجنه المسابقات مخطئ وما بيطبقش اللائحه يمشي طبعا لان احنا مش بنشتغل في حاجاتنا الخاصه دي لوائح وقوانين يجب ان تحترم وتطبق انما رئيس انما رئيس اللجنه لجنه الانديه قال لكم كلام ما حصلش في 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 ما حصلش وهو ده اللي ضايقك يعني شيء طبيعي جدا وبعدين الموضوع هناك ساعتها وبعدين نرجع تاني ان انا ادور على واحد عشان يمسك لجنه الانديه فما لقيناش فروحنا عند الراجل اللي على الناصيه ناصيه الاتحاد ان ما عندكش حد في الدرج يمسك لجنه المسابقات الامور ما كانتش مستقيمه وما كانتش حلوه تمام تم الصلح العميد ثروت سليم صالحكم على بعض النهارده؟ لا هو الحمد لله هو يعني ما ينفعش احنا بعد 60 سنه عمرهم متخاصمين ما يعني يضربوا بعض يا اما يقتلوا بعض قرب وجهات النظر يعني؟ مفيش غير كده. يا فندم؟ قرب وجهات النظر قصدي؟ والله ما اتكلمناش في حاجة زي ما بيقولوا كده العرب صبح خرامي. ما اتكلمناش في حاجة خلاص سلام سلام وانتهى البتاع وحضرنا اللجنة والجلسة خلاص يعني انتهت على كده. تمام. كابتن عز حسين نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري أنا بشكرك شكرا جزيلا. طيب خلاص أنا كده يعني خلاص الـ الأخبار عندي خلصت. خلينا نطلع لفاصل يا حاج وائل نطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل كابتننا وكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي السابق كابتن سيد معوض نتكلم معاه في كل حاجه واكيد هنتكلم معاه في نتائج الاهلي السنه دي وموقف وموقع النادي الاهلي في الدوري المصري. اهلا بحضراتكم مره اخرى رجعنا لكم بعد الفاصل اسمحوا لي ارحب بضيف الكبير الكابتن سيد معوض يعني اول حوار لكابتن سيد اعتقد بعد ما اعتزل الكره حوار عنه انما اكيد هو طلع في استديوهات قبل كده تحليليه لان هو راجل بقى محلل كبير خلينا نرحب في البدايه بكابتن سيد ازيك يا نجم ازيك كابتن وائل عامل ايه الحمد لله تمام يعني كابتن سيد وكابتن وائل مش لايقه خلينا ايه سيد وائل عشان عامل ايه ازيك يا حبيبي اخبارك ايه الحمد لله تمام كله تمام تمام الحمد لله متالق ما شاء الله في الناحيه الاعلاميه وبتهدد عرش ناس كتير تجربه بالنسبه لي انا لسه مبتدئ يعني مش طيب هنتكلم مش في التجربه دي. هنتكلم في التجربه دي وهنتكلم في حاجات كتير جدا النهارده لان يعني انت الحوار معاك ممتع وكواليس الحوار ممتعه برضه فخلينا الاول نرحب بكابتن سيد بالتقرير ده وبعد كده نرجع نكمل معاه بقيه الحوار هدف هدف حلو 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 في مصلحه نادي الاسماعيلي استغلوا المساحة الخالية وحط الكورة في سقف الشبكة سيد يا سيد جميلة وتحضير محمد محسن وبمهارة الهدافين وروعة المبدعين وجمال الفنانين سيد معوض من اللاعبين الرائعين حلوة جدا جدا سيد معوض مرة الكورة إلى داخل الشباك تعلن عن الفرحة الأولى الشمعلاوية خد معاه حلوة أوي وعمر لو عدى يحطها له مرة ثانية فرصة ملعب سيد عمل هتخد شوف 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 لا 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 الله عليك الله عليك تسلم رجليك يا نجمة كبير مش قلتلكوا مش قلتلكوا والله وقفتلك والله وقفتلك عشان كده سقفتلك لعيب 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 ما يترميش في احضان الدفاع كده جوه وادي واحده هي حلوه تسديده على طول وادي تاني والهدف يا والهدف الاول يا 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 ولد يا ولد يا ولد شوطه حلوه واخيرا في الدقيقه 70 من اللقاء يا سلام يا سلام جول جميل 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 يا سلام يا سيد يا معوض تاني هدف في حياته الكروية مع النادي الاهلي كان جاب هدف واحد في الدوري اخر دوري اكتمل كان موسم
2010 2011 هو كان الهدف الوحيد ليه بقميص النادي الاهلي من اول ما انضم له من نادي ترابزون سبور التركي بعد اللي كان في الاسماعيلي. طبعا خد الكره يا سلام، توقفت كل الحلول ولم يكن هناك الا هذا الحل، التسديد. وذكرت اكتر من مره قلت التسديد التسديد التسديد، ثلاث مرات قلتها في الشوط الاول، خدها سيد معوض على مره. هو واحد من امهر اللاعبين الذين لعبوا في مركز الظهير الايسر، صنع لنفسه مجدا خاصا بقدراته الفنيه العاليه والمتميزه التي جعلته ينفرد بحجز مكانا اساسيا في صفوف الاهلي ومن قبله الاسماعيلي ومع المنتخب الوطني. هو سيد معوض، احد نجوم الكرة المصرية في الالفية الثالثة. ولد معوض في 25 مايو عام 1979 بمحافظة الفيوم، ليبدأ كعادة الموهوبين مشواره الطبيعي مع الساحرة المستديرة في شوارع المحافظة قبل ان يلعب لنادي الالومنيوم عام 1999، ثم ينتقل بعدها لصفوف الاسماعيلي ويتألق في صفوفه، ويؤكد أحقيته في أن يكون خريج مدرسة الموهوبين أو قلعة الدراويش ليحصد معه بطولة الدوري المصري في موسم 2001-2002 مع المدرب الوطني محسن صالح. بعدها احترف معوض في صفوف ترابزون التركي عام 2008 على سبيل الإعارة، ثم عاد وانتقل منه للنادي الأهلي ليبدأ مشوارا جديدا من التألق ويحفر اسمه مع مجموعة النجوم محمد بركات وأبو تريكا ومتعب ووائل جمعة الذين حصدوا البطولات المحلية والإفريقية واحتكروا منصات التتويج في السنوات الماضية. سيد معوض حقق أكثر من 15 بطولة محلية وإفريقية مع الأهلي خلال الفترة التي ارتدى فيها الفانيلة الحمراء، لكنه فاجأ الجميع وقرر اعتزال كرة القدم في 24 يونيو عام 2014 ينهي مسيرته الكروية مع الأهلي ومنتخب مصر الذي لعب في صفوفه ما يقرب من 60 مباراة دولية وحصد معه بطولتي أمم إفريقيا. وعقب الاعتزال اتجه معوض للعمل في مجال التحليل الكروي بالقنوات الفضائية بخلاف الأنباء التي ترددت قبل فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة عن تفكيره في العودة للملاعب، إلا أنه لم ينضم لأي نادي. الرياضة اليوم مع وائل رياض تستضيف سيد معوض وتفتح معه العديد من الملفات الهامة التي أثيرت حوله منذ رحيله عن القلعة الحمراء. تدريب كويس؟ زي الفل. بجد؟ جبت جوان جميلة في نادي الإسماعيلي. الحمد لله. جوانك كتير، جبت جوان كتير في نادي الإسماعيلي؟ لا مش كتير قوي، بس اكتر من الاهلي. اكتر من الاهلي. كان الفتره الاخيره اللي كنت فيها في الاسماعيلي يعني جبت جوان كتيره جدا يعني. في النادي الاسماعيلي كان طبيعه لعبك هجومي اكتر شويه من النادي الاهلي؟ يعني يمكن في النادي الاسماعيلي وخاصه اخر 3-4 سنين. يعني انا كنت كنت بلعب باك ليفت، ما كنتش برجع نص الملعب، كنت بدافع قليل. مش بدافع بمعنى اصح يعني. ممكن اقعد دور كامل مثلا ما بدافعش خالص يعني. بتعمل هجوميه بشكل كبير جدا، ويمكن دي فرقت معايا بشكل كبير. يمكن بدايتي كانت مختلفه، كنت يعني كان في توازن. وانا اصلا مش باك ليفت يعني، انا طبيعتي اصلا ما كنتش بلعب باك ليفت. انت ما كنتش بتلعب باك ليفت؟ لا انا بالصدفه كده يعني. في الالومنيوم ما كنتش باك ليفت برضه؟ لا لا، كنت لعيب نص ملعب. انا وسط ملعب. انا كنت غريب جدا، كنت بلعب ديفندر يعني، انت فاهم يعني ديفندر وتقطع وتسلم وتعمل ايه؟ لا يا راجل. والله. وبعدين مين اللي حولك او اللي اكتشفك في ناحيه الشمال؟ لا يعني هم موقفين. يمكن كان موقف وانا في الالومنيوم، كان عندنا حمام ابراهيم كان بيلعب باك ليفت وكان مصاب خلال الفتره دي، فما كانش عندنا باك ليفت، فلعبت بعض المباريات باك ليفت. ده كان مع كابتن رمضان السيد، كان هو ماسك الالومنيوم وقتها. والمره الثانيه كان مع الشيخ طه، كان عندنا كان الشيخ طه ماسك الاسماعيلي، واحمد سامي الباك ليفت تعور، وبرده كان عندنا مباراه في الكاس وما فيش باك ليفت، فلعبت انا. والحمد لله كانت بدايه بالنسبه لي كبيره جدا. عملت مباريات كويسه. انا اصلا يعني انا بقول لك كانت بدايه غريبه بالنسبه لي. انا اصلا ما عرفت ان انا العب باك ليفت، مكان صعب جدا ومكان مش مكاني، وانا مش من النوعيه اللي كنت بادئ ان انا على الخط واقدر استلم واتحرك
فالحمد لله يعني كانت بدايه. فخلاص من بعد المباراه دي بقيت باك ليفت النادي الاسماعيلي وقعدت فتره كبيره. وانت حبيتها ولا مجرد ان انت بتلعب في المكان ده وخلاص، ولا انت بقى عندك احساس ان انت ممكن تكون باك ليفت كويس من وجهه نظرك؟ لا حبيتها يعني. انا البدايه ما بتلعب انت عارف ما بتلعب ماتش كويس حتى اي مكان انت لو خلاص انت بتحب يعني. انا تستمر. انا اقول لك على موقف كده غريب يمكن مع النادي الاسماعيلي. كان كابتن محسن صالح مسكت فبمناسبه الباك ليفت، فكنت انا بلعب باك ليفت والنادي الاسماعيلي تعاقد مع عمرو الدالي. كان عمرو الدالي جامد جدا في جولدي والنادي الاسماعيلي جابه. ففتره الاعداد كنا عاملينها في رومانيا ونلعب مباريات وديه. وبعد كده كابتن محسن جالي قبل ما نبدا اول مباراه فقال لي احنا اشتري عمرو الدالي هدخلك بقى انت نص الملعب وبتاع وعمرو يلعب. قلت له بص مبدئيا انا بلعب باك ليفت بس عايز تلعبني لعبني اخش في المنافسه. اه مش عايز تلعبني خرجني بره خالص تمام يعني كده. ده انت قلت له وش كده لان انا خلاص يعني انا بقى لي 5-6 سنين رجعت من نص الملعب لباك ليفت. وبعد كده المنافسه في نص الملعب كانت صعبه جدا. صعب. كان موجود حمام ابراهيم، سعد عبد الباقي، حمص، بركات، خميس جعفر، خميس صح؟ خميس كان لسه جاي النادي. انا بكلمك عن الناس اللي كانت موجوده. ودول كان في افضل فترات لعبهم. تمام. فكانت هتبقى صعبه جدا بالنسبه لي. فقلت له انا بلعب باك ليفت، عايز تلعبني باك ليفت؟ قال مثلا مش عايز. حلو. فكملت معاه في نفس المكان يعني كابتن محسن. وداني ما لعبش خالص. وداني قعد معانا سنتين وبعد كده مشي. هو من الناس كويسه جدا عمري. انما ما خدش فرصته في ظل ان انت كنت متالق في الناحيه دي وبقالك فتره مستقر فيها. يمكن يعني. وحتى الفرقه كلها يعني هم كانوا 11 او 14 لعيب هم بيلعبوا، قعدوا 3 4 سنين موجودين مع بعض. خلاص بقت مجموعه واحده. ويمكن هم دول اللي خدوا بطوله 2001. يعني كانت بطوله صعبه جدا ويعني النادي الاسماعيلي كان بقاله فتره كبيره جدا ما حصلش على الدوري وكانت بطوله مهمه جدا. الاهلي اتغلب من انبي في المباراه الاخيره والاسماعيلي اتعادل مع ده مكسب الزمالك في الدوري. انما الدوري اللي احنا خدناه الاهلي تعادل في المحله اللي هو ساعه مباراه 4-4. مباراه 4 احسن مباراه في تاريخ الكره المصريه. طيب كابتن سيد، عايز اسالك على مرحله الاسماعيلي، يعني بتمثل ايه لسيد معوض والكره في النادي الاسماعيلي؟ ليه دايما الاسماعيلي بيهتم بالاداء اكتر من النتائج، ولا ده انطباع احنا واخدينه غلط ولا ايه؟ لا ممكن. يعني انا كانت مرحله مهمه جدا بالنسبه لي ويعني يعني اكيد لازم تعترف باصحاب الفضل عليك. انا طبعا الفتره بتاع النادي الاسماعيلي ليها فضل كبير عليا. النادي الاسماعيلي اداني فرصه كبيره جدا، اداني فرصه ان الناس تعرفني، اداني فرصه ان انا اروح منتخب مصر، اداني فرصه حتى اما اتعورت يعني. ودي كانت اهم حاجه بصراحه. يمكن انا جالي رباط صليبي وانا لعيب في الاسماعيلي ورجعت من الاصابه. اي لعيب بيرجع من الاصابه يبقى متاثر اكيد، ما بيرجعش بنفس القوه بتاعته. فانا قعدت حوالي سنه او سنه ونص بعيد عن مستواي تماما وبلعب وموجود. وحتى الجمهور ما حدش كان بيهاجمني، ما حدش كان اي حاجه، لان هم عارفين مستواك الاصلي من قبل ما اتعور. فلا النادي الاسماعيلي فرق معايا بشكل كبير واداني انه عرفني بالناس واداني منتخب مصر. قعدت كام سنه في النادي الاسماعيلي؟ قعدت 9 سنين. 9 سنين؟ لا انا قعدت انت في اخر ايامك في الاسماعيلي كنت الكابتن. قعدت سنتين كابتن الفرقه انا وحمص. يعني الماتشات يمكن كان اقدم واحد قبلي هو حمص. الماتشات اللي كان بيغيب فيها حمص كنت انا ببقى كابتن الفرقه على طول. اتعاملت مع كام مجلس اداره في النادي الاسماعيلي؟ اتعاملت مع كتير يعني هي دي كانت مشكله النادي الاسماعيلي، التغيير الكتير. يمكن اول فتره بس اللي هو الثلاث اربع سنين الاولى اتعاملت مع مجلس اداره واحد اللي هو كان عثماني. المهندس اسماعيل عثمان والمهندس ابراهيم عثمان. ودول كان ناس بكل امانه يعني النادي ايامهم كان ماشي بطريقه كويسه جدا. ده السؤال انا كنت عايز اساله لك. يعني مين مجلس انت اتعاملت مع مجالس اداره كتير في النادي الاسماعيلي ومن ساعه ما اتولدنا والنادي الاسماعيلي في مشاكل اداريه، في مشاكل اداريه. مين مجلس الاداره اللي انت حسيت ان النادي الاسماعيلي انتعش معاه او بقى فيه عدم وجود مشاكل كتير؟ العثمانيين يعني وقتهم كان معروف جوه اسماعيليه كان بيتقال كده يعني. يعني بيتقال على مجلس الاداره ده العثمانيين. بس انا من معاشرتي اليوم لا، تعامل بشكل كبير جدا، ناس محترمه، ناس بتعرف تتعامل مع اللعيبه، بتعرف تتعامل مع المدربين. مش لكم مستحقات متاخره؟ لا 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 خالص. يمكن هي اخر سنه بس اللي فرقت شويه. انما غير كده كانت الامور عاديه خالص. انما بعد رحيلهم يمكن هم مشوا في المباراه اللي احنا غلبنا فيها 6 من النادي الاهلي في اسماعيليه. هم مشوا بعديها بدات بقى التغييرات تبقى كتير. التغيير في مجالس الادارات فبقى اداه التعامل بقى شيء صعب.
يقال ان ايام يحيى الكومي برضو كان في انتعاشه في النادي الاسماعيلي وكان في فلوس كويسه واللعيبه تاخد فلوس كويسه وعقود ارتفعت والكلام ده. بدايتها بس يعني بدايه اول ما وصل المهندس يحيى، بعد كده طبعا لا يعني الامور اختلفت تماما، بدات الوعود تتغير، بدات المشاكل تبقى كبيره جدا. انا وفضل متهيألي كان لينا مشكله كبيره مع المهندس يحيى، وقدمنا شكوى لان كان لينا مستحقات ومتاخره، والمهندس يحيى كان بيقول ان احنا بناخد باستمرار. وبعد كده كان هو على طول يعني اي لعيب بيقول له انا طب انا عندي عرض يقول له هات لي عرض وامشيك. يمكن انا مشيت في وقت المهندس يحيى، يعني انا مشيت كنت اروح النادي الاهلي في وقت المهندس يحيى وحصلت مشكله، بعد كده رحت تركيا ورجعت على النادي الاهلي. طيب قبل ما اخش في مرحله النادي الاهلي عايز انط شويه المرحله بتاعت النادي الاهلي، وعايز اتكلم معاك في اعتزالك. انت رميت قنبله كده باللغه بتاعتنا قبل مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، وقلت انا يعني خلاص هعتزل الكوره، وبعد كده رجعت في كلامك. ويقال ان مجلس الاداره زي ما بيقولوا كده اتمسك باللي انت قلته، او مسك يعني ما صدق زي ما بيقولوا. حقيقه الموضوع ده ازاي؟ لا انا بص يمكن انا ما اتكلمتش في الموضوع ده كتير، لان انا يعني انا كنت عايز ايه حتى بعدها بفتره قليله ان انا بحاول ادخل في مرحله وخلصت وابدا، مش عايز ارجع للموضوع ده تاني. بس انا يعني هقول حاجات حقائق تمام اللي حصل بالظبط، او شعوري اللي انا بسببه وعملت كده. يمكن كان قبلها بثلاث اربع مباريات انا كنت راجع من اصابه، بس كان اصابه عاديه شد في العضله الخلفيه. فكان الكابتن فتحي مبروك، وانا بدات قعدت ماتشين او ثلاثه احتياطي. يمكن اول حاجه حصلت ودي برضو فرقت معايا نفسيا جدا، كنا في تونس وهنلعب اعتقد النجم الساحلي او حاجه في الكونفدراليه. ودخلنا اوضه اللبس، وكابتن فتحي طلعني بره ال 18 وبعت لي، كان وائل جمعه كابتن الفرقه ساعتها، وائل جاي بيكلمني بيقول لي انا كنت راجع من اصابه حوالي بقى لي اربع خمس ايام، انا عادي ما فيش مشكله طلعني بره، بس لازم في الاول والاخر لازم تحترم اللعيب الكبير. تمام اللعيب الكبير احترامك بان هو يجي يكلمك وما تبعتلوش لعيب في الفرقه زيه. فدي فرقت معايا بشكل كبير. يمكن انا يومها رحت للكابتن علاء عبد الصمد قبل المباراه ما تبدا، قلت له لا انا مش انا ماليش في التعامل ده. انا محترم جدا ومؤدب واحب الناس تتعامل معايا باحترام، انما اللي بتعامل معايا بغير كده بتعامل معاه بتعامل مختلف تماما. يعني ده قفلك؟ ده قفلني بدايه. بعد كده لقيت كان عندهم مباراه في الكاس بنلعب المنيا، وكابتن فتحي كان مريح حوالي خمس او ست لعيبه، كان بعديها مباراه الزمالك اربع او خمس ايام ومريح خمس ست لعيبه، وكان فيهم مريح صبري رحيل ولعب بجديد المباراه دي. وانا كنت قاعد، فانا قلت اعتقد ان انا قاعد اللي هو ايه مباراه ممكن تاخد الشوط الثاني، انت لسه راجع من اصابه ومباراه عاديه. فوجئت ان احنا كسبانين منيا 2-0 او حاجه، وبعد كده عملت ثلاث تغييرات وهم مش فيهم. واصل المباراه كلها يعني بدات يعني في حوالي 15 16 لعيب معظمهم من الناشئين. وانت كنت شايف ان هي فرصه كويسه ان يرجعك، يعني مباراه سهله وانت راجع من اصابه، بعد كده المباراه صعبت في الاخر حتى كسبنا بالعافيه 3-2. انما هي النقطه اللي وصلتني لا ده انت كده الموضوع بره الحسابات. فانا انا مش بتاع الجو ده، يعني انا ما تعودتش حتى صغير او كبير ان انا اي فتره بحس فيها ان انا بعيد عن المشاركه لا ما ببقاش عايز اكمل في المكان اللي انا فيه. طب بعد الموقف الاولاني بتاع مباراه تونس لما رجعت اتمرنت عادي والتعامل عادي جدا، ما فيش اي مشكله خالص. ويمكن عدى بعدها حوالي شهر وعادي، والمباريات اتلعبت وانا برضو مش موجود. فانا اقول ايه يمكن هي المباراه دي بيسبب التشكيل بيعمل حاجه. فانا لقيت مباراه المانيا دي يمكن تاني يوم رحت انا منزل التويتاية. طيب قبل ما تنزل التويتاية بتاعتك اللي انت قلت فيها ان انا خلاص قررت الاعتزال، ما فكرتش ان كابتن انا ما قلتش ان انا قررت، انا قلت ان انا في خبر احتمال بكره مصيري او قرار هقرره بكره مصيري بالنسبه لي هيفرق في حياتي بشكل كبير. الناس فهمتها. انا طلعت قلت ان انت هتتجوز. طلعت قلت ده هيغير حياتك. انت فاهمني؟ فانا حتى يعني بعدها جالي الاحساس حتى ان جوه النادي ده اللي هو ايه؟ اعتزال. قصده الاعتزال ده هتفرحوا. لا هكمل زي الفل، مش هكمل عادي.
انا كلمه عادي دي بالنسبه لي اللي هو ايه اللي هو مش هتكلم. انا الموضوع بالنسبه لي يعني يعني قلت الموضوع 50-50 انا من قررت نفسي يتكمل في مكان هيضيف لك سواء لاسمك سواء ماديا سواء اي حاجه طبعا. من كل النواحي لو لقيت الاضافه دي مش موجوده او مش هتحافظ حتى على تاريخك اللي انت عملته قبل كده لا يبقى انت بتقلل من نفسك. فانا يعني حسيت وقتها ان الامور هتبقى صعبه بالنسبه لي. حتى انا كملت في التمرين مع جريدو اول ما جام انا بعد اول مباراه يمكن يعني جاء قبل مباراه الكاس بيومين فهو عمل فرقه. ما انا بس انت خليتنا نط سؤال سؤال مهم قبل التوتال اللي انت نزلتها دي ما كنتش حاطط في حساباتك ان كابتن فتحي مبروك مؤقت يعني ان انت تعدي المرحله دي بدون اي مشاكل وما عندكش اي مشكله لغايه ما يجي مدير فني تاني؟ اعترف لك اعتراف يعني بكل امانه لا انا تسرعت جدا اتسرعت انا ده في حياتي كلها يعني انت متسرع اصلا حاجه جدا يعني بتسخن في جدا في القرارات وفي اي حاجه انا سهل جدا لا انا عارف الكلام ده سهل جدا تسخني سهل جدا توديني المكان اللي انت عايزه يعني لو انت خبيث وبتتعامل معايا من ناحيه بلقمه يبهدلك فانا ده اللي مخلي بركات حبيبك لا فانا من الناس اللي ايه على طول فيمكن انا تسرعت جدا بس تسرعي ممكن كان في فايده ليا في الاخر بس يعني اللي هو ايه طيب انا لو ما عملتش كده هل النادي كان هيفكر نفس التفكير؟ كانت هتبقى مفاجاه صعبه جدا بالنسبه لي يعني انت فاهمني يعني انت رميت قنبله او بالونه اختبار بس لقيت ان البالونه ده راح في اتجاه قلت الحمد لله انا رميتها قلت كويس بكرامتي الحمد لله زي الفل كده بس المشكله ان انت بتستشير يعني انت استشرت ناس استشرت بعدها بعدها انا حسيت ان انا استعجلت بس هي النقطه برضو يعني انا اقول لك على حاجه يعني انا بقى كل حاجه خير فعلا طبعا الحمد لله يعني انت دلوقتي الوضع اللي انا فيه انا بحمد ربنا عليه جدا وحاسس ان انا في ظروف الحمد لله يعني ربنا كتب لي فعلا الخير والاول والاخر انت ايه انت في مرحله كنت بتتقيم فيها وحتى دلوقتي الناس اللي موجوده سواء في مكانك او الناس اللي خدت القرار ده هي تحت التقييم حاليا والمقارنه تقييم والمقارنه بيه ما اتكلمش كمان على اللعيبه اللي بتلعب في مكانك اتكلم على الاداره على الجهاز على اي حد تحت التقييم من ناحيه مش من ناحيه انا من ناحيه الناس في من ناحيه الناس اللي في الشارع الناس في الشارع هي اللي بتقيم دلوقتي من صح ومن غلط فانت الحمد لله يعني قرارك بيكون ساعات يعني جه جريدو بقى جه جريدو اول مباراه في الكاس لقيته هو خرجني بره فبعدها بيومين او تاني يوم المباراه دي فانا معدي في قدام اوضه اللبس كده التمرين كان هيبدا قال لي انا عايز اسالك سؤال قلت له ايه؟ انا برضه ده يوم ما حسيت ان في حد موصل له حاجه غريبه قال لي هو انت مكمل ولا مش مكمل؟ فقلت له لا انا مكمل انا قلت لهم ان انا مكمل قال لي لا اصل انا متقال لي ان انت مش مكمل وخدت قرارك وكده كده واخد قرارك الله قلت له لا انا مكمل وبدليل ان انا معاك في التمرين مظبوط ما انا لو واخد قراري انا هاجي التمرين اعمل ايه؟ يعني ما قال لي طيب ماشي انا عايزك تتمرن ومفيش اي مشكله واحنا هنشوف الوضع ايه الوضع في ظل الظروف النادي بيشتري لعيب في نفس المكان عندك 4 لعيبه في نفس المكان بس هو النقطه اللي كانت وقتها اللي انا استغربتها جدا في النادي نفسه حتى انت لو عندك حاجه ضد سيد معوض في حاجه اسمها مصلحه النادي طبعا يعني انا دلوقتي لما تيجي تقول لي عندك 2 ناحيه اليمين تيجي تمشي واحد فيهم في يناير يبقى انت غلطان جدا طبعا انا بضرب مثلا مفيش بدائل مظبوط ما عندكش بديل ما يكون عندك بطوله كونفدراليه وانت مكمل فيها لشهر 11 او لشهر 12 وهتلعب بباك ليفت واحد لنهايه البطوله مش طبيعي فهو في حاجه اللي هو ايه انا مضحي بكل حاجه انا مضحي باي حاجه اخرج من البطوله اعمل في سبيل انت ما تكملش فخلاص ماشي هي دي وجهه نظرك ودي ده قرارك وانت طالما راجل مسؤول فده بيبقى قرارك بس انت بتتحمل تبعاته كل واحد بيتحمل تبعات قراره زي ما انا اتحملت التسرع اللي انا عملته برضه في نفس الوقت في ناس بتتحمل اكيد كل الناس دلوقتي ما نتكلمش دلوقتي عليا انا او حتى عدد من اللعيبه يعني انا وجهه نظري بكل امانه يعني من غير تحفظات ولا اي حاجه طبعا ازاي تمشي مثلا لعيب زي شهاب وانت بتدور على لعيب وسط ملعب دلوقتي ممكن يكون شهاب في فتره من الفترات في النادي ما كانش مقنع بالنسبه للعيب للاداره انت انا دلوقتي عايز امشي وائل
لازم عندي بديل كويس، لازم ضامن ان انا هجيب صفقه مكانه افضل وهتضيف لي، ولازم اكون عارف ان وضع النادي الاهلي مختلف. انا ممكن اجيب وائل، وانت جربت اللعبه في النادي الاهلي، ممكن اجيب وائل نجم في اي لاعب يلعب في النادي، فرقته افضل لاعب هيجي النادي الاهلي، مش شخصيه النادي الاهلي، مش هيأدي لي نفس الدور، انما انا في واحد تاني انا عارف ان هو ادى لي الدور ده. يعني ممكن عليه بعض التحفظات، بس هو ادى لي الدور او في فتره مش كويس، عادي بتحصل، يعني ممكن هستحمله شويه او لحد ما يطلع عندي حد حتى من الناشئين يكون لعيب كويس وباين ان هو هيفيد النادي، خلاص يبقى. انت شايف ان كان ضروره عدم الاستغناء عن ناس معينه أكيد. الا لما توفر البديل الكفء او يبقى عندك ناشئ كويس. عندك يعني انت اقول لك الحاجة، انا كنت بحلل الكونفدراليه معظم المباريات، انا كنت بقع في موقف صعب جدا بالنسبه لي، ان انا عايز اقول حاجه جوايا وما بقدرش اقولها، لان انا يعني مثلا كذا لقاء قبل المباريات بيبقوا عاملينه المراسلين بتاع القناه اللي انا فيها، فالراجل بيتكلم جهاز النادي الاهلي بيقول احنا عندنا مشكله نقص عددي وعندنا المراكز وعندنا فلان، فانا ببقى قاعد، انا المفروض انا جاي احلل، فانا بتكلم بس بتكلم بتحفظ. انا عمري بص النادي الاهلي ده له فضل كبير عليا طبعا، وانا بتشرف ان انا لعبت فيه في كل دقيقه وفي كل وقت حضرت فيه في النادي الاهلي، وانا اصلا اهلاوي وبشجع الاهلي سواء لعيب او بره الملعب او اي حاجه. لا النادي الاهلي بالنسبه لي، يعني النهارده مثلا هزيمه النادي الاهلي بالنسبه لي، بعيدا بقى ان انا بحلل او ما حللش، لا خبر سيء بالنسبه لك. اما النادي الاهلي 11 نقطه، لا يعني النادي الاهلي حتى باقل عدد من اللعيبه باقل امكانيات لعيبه ما يبقاش فرق 11 نقطة مع احترام النادي الزمالك مع اي حد، لا الوضع، لا النادي الاهلي لا اكبر من كده، النادي الاهلي في مكانة اكبر من كده باي حد من اللعيبة باي جهاز فني، وبدليل الموقف اللي حصلت قبل كده الاهلي بياخد بطولات باي لعيبة باي اجهزة فنية باي ادارات، النادي الاهلي ما بيقفش على حد. صح، فهي دي انا بقول لك، يعني كان بيحصل الموقف ده، فانا كنت ببقى قاعد بتكلم بتحفظ، بس انا من جوايا انت بتعمل المشكلة لنفسك وبعد كده تقول انا كبيرة، يبقى هي دي المبرر، يعني انت اللي عملت المشكلة فانت بتتحمل تبعياتها. فهي كان عندي تحفظات برضو على بعض اللعيبة اللي رحلت، يعني كان لازم تفكر يعني بمصلحة النادي، حتى انت لو عندك تحفظات على عدد من اللعيبة ان هم ما يكملوش، بس مصلحة النادي كانت بتقول ان اللعيبة دي لازم تبقى موجودة في الوقت الحالي، وبعد كده خلاص يعني تمام. طيب هنطلع لفاصل، بس قبل الفاصل هسألك سؤال واخد منك الإجابة بعد الفاصل. قررت الاعتزال ولقيت ترحيب من النادي الأهلي أو من الناس المسؤولة دلوقتي في النادي الأهلي عن فريق الكورة والإدارة، وخلاص خدت قرار بالرحيل، هو كان قرار بالرحيل ولا قرار باعتزال الكورة؟ عشان الناس برضو إيه، أنت برضو لغاية دلوقتي معلقنا، أنت هترجع تلعب مش هترجع تلعب؟ أخد منك الإجابة بعد الفاصل. فاصل ونرجع نكمل مع الكابتن سيد معوض. اهلا بحضراتكم مره اخرى، رجعنا لكم بعد الفاصل. كابتن سيد، يعني رحلت عن الاهلي ولا اعتزلت كره القدم؟ لا هو كان اعتزال، كان قرار بالاعتزال النهائي، كان اعتزال، بس انا بعدها فكرت ان انا ايه ممكن ان انا اكمل في اي نادي تاني جوه مصر، جوه مصر او بره مصر، بس يعني يمكن بعد تفكير شويه وبرضه بعد ما استشرت بقى الناس، ما زالوا مره اولانيه بقى، يعني ما استعجلتش فيها دي، قلت استنى اشوف ايه الوضع برضه. لقيت ان يعني الحمد لله برضه من الافضل ان انت تبتعد، كانت هتبقى اجواء مختلفه تماما، صعب جدا تعيش في جو مختلف عن اللي انت كنت عايش فيه. يعني حتى الفترات اللي لعبت فيها في الاسماعيلي هي افضل فترات النادي الاسماعيلي، مظبوط، النادي الاسماعيلي كان بينافس فيها بشكل كبير، وحتى جمهوره واللعيبه كمان كانت مختلفه، واللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي نفس الشيء، والبطولات اللي انت خدتها وحتى في المنتخب، فانت كنت هتعاني، يعني هتروح فرقه من الفرق الثانيه كانت هتبقى صعبه بالنسبه لي. بس انت كنت حسيت خلاص ان انت يعني رغبتك الكرويه او اشبعت رغبتك خلاص، ما بقتش جعان كره زي ما بيقولوا؟ لا انا ما اشبعتهاش، عشان ما اكذبش عليك، كان عندي ولحد دلوقتي عندي، دليل ان انا لا يعني انا مش بعيد عن الكوره تماما، يعني انا عادي ممكن بروح اتمرن مع، لو انا موجود في قطر بروح اتمرن مع بعض الفرق، موجود هنا ممكن اروح تمرين، ممكن اكون موجود في الجيم، موجود في، يعني انت مصر. انت بطلت احتراما لنفسك، انما كعطاء انت عندك مشكله، ما عندكش مشكله انك تكمل. كنت اكمل، وكنت حابب كمان ان انا اكمل، لان حاسس ان الوضع يعني دلوقتي وضع صعب وكل حاجه، بس
الوضع يعني اي لعيب كوره مثال هيبقى له قيمه اقوى من الاول يعني الناس هتتمسك بيه اقوى من الاول لان دلوقتي الوضع كله فيه تشابه عدد من اللعيبه شبه بعض يعني اللعيبه كلها الفروق قليله جدا جدا طيب كان في كلام برضه عن ان كابتن رمضان السيد كان عايزك تبقى موجود في بتروجيت الفتره دي هل انت خلاص يعني ابلغته بان الموضوع صعب بالنسبه لك وكان في حاجه من السودان تقريبا لا يعني كان في كذا حاجه يعني مش عايز ادخل في حاجات معينه يعني بالاسماء انما كان في كذا حاجه انما انا قلت لا يعني من الافضل يعني زي ما قلت لك حتى بتجارب عدد من اللعيبه اللي مشيوا من الاهلي او من الزمالك حسيت لا يعني الافضل الحمد لله كده يعني. استشرت مين في الخطوه دي بقى يعني كتير 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 مين اقرب الناس ليك كلاعيبه بتاخد رايهم في الحاجات المتعلقه بقرار في حياتك حاجات مصيريه الحاجات دي لا يعني في ناس كتير قريبه بس انت طبعا بيبقى في ناس معاك على طول يعني انا بالنسبه لي اكيد بركات كان رايه ايه انك تبطل لا يعني بركات من الاول يعني انا جيت في يوم قبل ما اكتب حتى التويتاري قبلها باسبوع كده هو اللي سخنك لا قلت له كلمه فقال لي بس انت الكلمه دي هي اللي خلصت الموضوع قلت له ايه قلت له لا حاسس ان انا يعني وانا حتى رايح النادي ما عنديش الرغبه ان انا اروح النادي يعني الواحد على طول وهو رايح النادي بيروح التمرين بدري ويبقى مستمتع اصلا باليوم اللي رايح فيه النادي ما عنديش الرغبه حاسس بالزهق حاسس حاسس بالغربه حاسس بالغربه بشكل كبير الغربه يعني. جات لك لان اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين حواليك ابتدوا يتسرسبوا واحد ورا الثاني اكيد يعني دي فرقت معايا جدا يعني انا مشكلتي برضو ان انا من وانا صغير حتى ما عنديش ان انا بدخل على مكان جديد او على لعيبه جديد ما بدخلش بسرعه لا انا واحده واحده يعني تتريس ما بعرفش اتعود على الناس بسرعه بمعنى اصح فانا دي كانت مشكله بدات احس الاجواء كلها فين الناس اللي انا اعرفهم انتوا مين يا جماعه بتتغير الاجواء بتتغير حواليا سواء جوه الملعب او بره الملعب فلقيت لا الوضع مختلف حتى في التعاملات الوضع مختلف يعني اخر ايامك في النادي حسيت بغربه شديده حسيت بغربه كبيره جدا طيب عايز بقى اتكلم في بركات انت قلت بركات من ضمن الناس اللي انت كنت تاخد رايها مين تاني بركات ابو تريكا ادالك الراي انك تبطل ابو تريكا نفس الوضع قال لي لو جالك الاحساس ان انت لا زهقان وهتبقى مشكله بالنسبه لك برضه مين كان مايل انك تكمل لا يعني كان شريف اكرامي مثلا جده لو مكملين اللي هم مكملين كانوا عايزين عندهم الامل اللي هم عايزين العزوه حواليهم دول اللي كانوا عايزينك تكمل انما انت يعني خدت ببركاتها وبتريكا وقلت بقى خدها من قصرها الحمد لله واطلع من يعني انت بتلعب خماسي دلوقتي اللي انا عارفه انت بتلعب خماسي على طول وبتقعد تكلمنا عشان تلعب خماسي انت عارف ان احنا لعيبه خماسي جامدين جدا انا وشيكو والناس دي بس ما عندكش اي يعني ما بتحنش تاني لل11 انك ترجع تلعب في نادي وتمرين كل يوم والكلام ده لا قلت لك ان انا عندي يعني شعور ان انا عايز ارجع وعايز العب بس يعني انا بالنسبه لي الافضل ان انت ما ترجعش مش هتضيف لنفسك حاجه سواء لاسمك سواء حاجه معنويه سواء حتى حاجه ماديه ما فيهاش اي اضافه انت ايه الهدف اللي هتكمل عشانه سيد معوض انت بطلت انت عندك كام سنه؟ يعني انا اخدت القرار كان عندي 35 بالظبط وبدات بدايتك الحقيقيه في النادي الاسماعيلي تقريبا بدايه الحقيقه كانت 19 سنه في النادي الاسماعيلي 19 وانت عندك 19 سنه يعني من 19 ل 35 كام سنه؟ يعني 16 سنه تدي لنفسك نسبه كام في 16 سنه دول نجاح؟ كام في المية؟ لا مش انا اللي ادي لنفسي خلي بالك وانت بتراجع مشوار حياتك وتاريخك لا الحمد اكيد لله بيبقى عندك نسبه رضا او نسبه عدم رضا لا في حاجات حققتها في حاجات ما حققتهاش انا راضي جدا بنسبه لا بنسبه كبيره جدا يعني انا ما كنتش احلم في يوم من الايام ان انا ابقى لعيب في النادي الاهلي لعيب في منتخب مصر لعيب في النادي الاسماعيلي باخد بطولات ما كنتش احلم ان انا ابقى بالشهره دي عادي يعني انا حتى لما كنت لعيب في الالومنيوم سهل جدا تبقى لعيب في الالومنيوم وتكمل والامور تنتهي في يعني لعبت كوره ونهيت كوره ومحدش عارفك فانا لا الحمد لله يعني انا في نعمه كبيره جدا ربنا اداني نعم كتيره خلال 16 سنه حققت فيهم حاجات كبيره جدا انا ما كنتش احلم بيها ويعني فراضي جدا عن المرحله اللي انا لعبت فيها ايه الحاجات اللي ما حققتهاش او ايه الحاجات اللي كان نفسك تحققها او لومت نفسك ان انت كان ممكن تعملها وما عملتهاش
لا يعني مبدئيا الحمد لله على كل شيء، انما طبعا في مواقف يعني لو رجع بيها الزمن مش هتتعامل نفس التعامل. يعني بيختلف نفس التعامل. زي يعني انا جاء اول حاجه مثلا مره في النادي الاسماعيلي بمضي عقد جديد تجديد، وكان المفروض هيتكتب شرط جزائي 100,000 دولار. فانا رفضت ان انا امضي العقد مقابل ان انا ازود فلوسي بعدها بشهرين مع المهندس يحيى الكومي ومن غير شرط جزائي. ف 100,000 دولار دي كانت هتبقى سهله جدا ان انت تمشي وتروح اي مكان اللي انت عايزه. يعني انا حتى بعدها مشيت من النادي الاسماعيلي اعاره 6 شهور ب 120,000 دولار باكتر منه. فانا دي يعني اما ارجع بالموقف نفسه بس كنت لوحدك، ما كانش معاك وكيل ساعتها ولا اي حاجه يقدر. لا كان معايا بس انا تفكيري ما كانش لقدام، تفكيري كان في الوقت نفسه. تاني حاجه المرحله اللي انا رحت فيها تركيا، انا رحت نادي اسمه ترابزون التركي. ده المفروض نادي زي الاسماعيلي في مصر، تمام، بينافس وعنده جمهور ونادي كبير جدا. وحتى العقود هناك عاليه جدا. ويعني لو انا كان عندي التركيز ان انا اقعد واكمل كان ممكن تكمل، ممكن اكمل وتقعد فتره كبيره جدا. يعني انما انا من اول يوم من اول يوم رحته، لا يعني انا حظي سيء ان انا رحت وكنا واخدين بطوله 2008. فانا سافرت تركيا من هنا والدنيا كلها بتحتفل بالمنتخب كل يوم، حفله في مكان واللعيبه رايحه مكان. ده شغلل لك عليك، ده خلاني كل يوم اللي هو انا ايه عايز انزل مصر باي طريقه. وطبعا النادي الاهلي والبطولات، فقلت لا انا عايز ارجع النهارده قبل بكره. فانا لو فكرت كنت حتى كنت ممكن ارجع، بس كنت ممكن اقعد سنتين ثلاثة بس تعمل قرشينات. المهم الدولار دي شفنا بقى 8 دولار بقى غالي، شفناهم لحد دلوقتي. في النادي الاهلي برضو اكيد في مواقف كتير كان هيبقى تعاملي بشكل مغاير. يعني منتخب مصر، هل ليك مواقف في منتخب مصر برضو ندمت عليها؟ لا الحمد لله، يعني انا حتى موقفي في منتخب مصر يعني ربنا سترها معايا، وان انا ما عملتش الغلطه دي. يعني انا كان في وقت انتقالي من الاسماعيلي للاهلي حصلت المشكله الكبيره دي مع المهندس يحيى الكومي، ومجلس الاداره رفض رحيلي والشيكات رجعت تاني. فكان قبل سفر غانا 2008 قبلها باربع ايام، فانا رحت للكابتن حسن شحاته قبل السفر، قلت له انا نفسيا وممكن ما اسافرش، قال لي مالكش دعوه بالاجواء دي، لا ده موضوع مختلف والمنتخب حاجه تانية. تخيل ان انا ما كنتش رحت والمنتخب خد البطوله، كان هيبقى شيء صعب جدا. الحمد لله ربنا كنت هتنفسي. لا سطرها معايا الحمد لله، يعني فرقت معايا بشكل كبير. جت فتره برضو كان عندك خلافات شديده جدا مع مانويل جوزيه في النادي الاهلي. لا يعني سيبك من ان انا صلحت لكم العلاقه بعد كده. انت ما صلحتش حاجه في الملعب، صلحت مش خليتك مره صلحتها وبركات مره صلحها. لا يعني يمكن العلاقه اول مره دي يعني هو كان بيحاول يساعدني، بس المساعده جت بطريقه غلط. انا كنت لسه جاي النادي وهو اللي جايبني وهو اللي كان عايزني وكان عنده اصرار، وكان مصر عليك ان هو يجيبني. ففوجئت ان انا رحت النادي اول ما رحت اول فتره 3 شهور بعد احتياطي. فدي بالنسبه لي انا كنت اول مره والراجل هو اللي جايبني وهو اللي عايزني. فكانت غريبه جدا. هو جيلبرتو كان متالق جدا خلال الفتره دي، بس انا كنت جاي حتى وهم النادي الاهلي بيتفاوض معايا انا هلعب انا وجيلبرتو. فالبدايه بتاع السنه بدا جيلبرتو خلاص، فالركب الامور اتحسمت اول 3 شهور. انما كانت مشكلتي الاولى مع مباراه بنلعبها وجيلبرتو موجود في الملعب، وعمل تغيير غير جيلبرتو خرجه بره ونزل محمد سمير اللي بيلعب في الاتحاد دلوقتي لعيبه باك ليفت، لا لعيبه سيرد باك، وادى احمد السيد باك ليفت. فانا كنت قاعد على الدكه، فاحمد حسن كان غير هو وبوتريك. انا ما كنتش واخد بالي قاعد على الدكه، فبيقول لي ايه ده جيلبرتو اللي طلع. قلت له جيلبرتو جيلبرتو اللي خارج. فكان جنب الشنكار كده، رحت ماسك الشنكار ورحت داخل اوضه اللبس، رحت داخل اوضه اللبس واخد شنطتي وايه. لا ما انا بقول لك انا متسرع جدا، اخطاء انا ما كنتش اعملها لو عملتها تاني. فبعد ما مشيت حصلت مشكله ما بيننا، ويمكن اتوقفت وقتها شهر. انما اول ما رجعت من الشهر ده لعبت، يعني كانت فتره من افضل الفترات اللي انا لعبتها مع مانويل جوزيه. الفتره دي اللي حققنا فيها دوري في المباراه اللي الاهلي والاسماعيلي اخر مباراه. بس يديني المشكله الاولى. المشكله الثانيه كان برضو المره اللي رجع فيها مباراه سموحه، دخل بين الشوطين غيرنا انا واحمد حسن. ف
انا كان رد فعلي صعب شويه في الاوضه. لو رجع بيك ازاي مش هتعمله طبعا؟ اكيد عمري ما كنت هعمله. ايه في اوضه اللبس؟ لا كنت معدي كده ففي ازازه ميه فشطها، فقال لي خلاص انت على كده مش هتلبس التيشيرت ده تاني وانت مش معايا وانا بقول لك وانت مش هتدخل النادي تاني مش عارف ايه. بس انا من وقتها كان يعني قبلها في يعني في حاجات كتير موجوده ما بيني وما بينه، فقلت له اوكي ماشي ما فيش مشكله. تاني يوم بقى ده من المواقف برضو اللي بتبين لك يعني ايه لازم يكون اللي حواليك في الملعب مش هو في الملعب بس، ما يبانش طبعا ان انا بجري على وائل لما يجيب جون او حاجه، لا يبقى السباقه باينه كمان بره الملعب. موقف يعني انا موقف عمله معايا بركات يعني انا عمري ما هنساه، وده طبعا يمكن في ناس بعض الناس عارفين ان انا ما قلتوش كتير. يمكن بركات كلمني تاني يوم قال لي احنا عايزين نروح للخواجه الاوتيل، فقلت له اروح له اقول له ايه يعني احنا متخانقين والراجل واخد قرار حتى ان انا ما انزلش التمرين. يا نهار ابيض الموضوع كبير قوي. فقال لي تعالى بس احنا هنروح له كده كده ما فيش حاجه، انت مش خسران حاجه. انت بتروح له اجده ميت واجده ميت يعني انا بروح وبعد كده خلاص يعني كده كده الموضوع خلصان يعني. فروحنا هناك فقعدنا مع الخواجه بيتكلم يعني حوالي ساعه. الخواجه ما بيكلمنيش انا، هو مش باصص لي، بيكلم بركات. لا بيكلم بركات ازاي يجرؤ ان هو يجيبني ونروح للاوتيل يعني الموضوع اصلا انت مجنون بركات ايه اللي خلاك تجيبه اصلا؟ وده لعيب وعمل كذا ومش هينفع وده خلاص بره النادي ومش المهم خلصنا القعده وقلت له انا بتاسف بس على اللي حصل امبارح، ما فيش مشكله سواء كملت كملت جوه النادي ما كملتش، بس انا حابب ان انا ما يبقاش شكل وحش قدامك وانا بتاسف على اللي انا عملته وانا ممكن اتاسف في اي حته، بس انا دي ملهاش علاقه سواء كملت في النادي حلو او ما كملتش، الموضوع انتهى يعني. بس ومشيت. فتاني يوم بعتوا لي قالوا لي تعالى اتمرن عادي، فرحت اتمرنت اسبوع او 10 ايام والموضوع انتهى وبقيت العب. وحتى الفتره الاخيره يعني اخر مباراه انت كنت معانا في المباراه في اسبانيا المباراه الوديه دي اسبانيول فاكر حاجه بين الشوطين اما عمل تغيير كنت انا وبركات قاعدين احتياطي وهو مريحنا فنزلنا، وبعد ما نزلت بعد المباراه جاي لي كده قال لي على فكره هو كان مشي خلاص بره كان اخر ماتش ليه كان قدام ايهاب علي الدكتور ايهاب علي الكلام ده، قال لي بص انا عايزك اوعى تزعل مني في اي حاجه انا كنت بكلمك فيها، انا بحبك جدا بس انا كنت عارف ان انا اما بضغطك بطلع منك احسن حاجه فهو ده هي دي النقطه. فانا حتى انا مش كده انت لو قلت لي كلمه حلوه هبقى زي الرهوان فده كمان يعني لا علاقتي بيه كانت كويسه جدا ومن الناس اللي انا بحبها ومن الناس اللي اثرت فيا يعني بص يعني مستر مانويل مع احترامي لكل المدربين وكل هو اللي عمل شخصيه للمدربين في النادي الاهلي يعني واضح ان هو حتى كابتن حسام بدري تاثر بيه، كابتن محمد يوسف لما اتعامل معاه تاثر بيه، معظم الناس اللي نجحوا يعني واضح ان هم اتعلموا منه حاجه. طب الموقف برضه عشان احنا قلنا في وسط الكلام كده ان انا يعني كان ليا دور في ان كابتن سيد يتالق، هو دايما بيذكر الجانب الوحش انما ما بيذكرش الجانب الكويس. جلبرتو كان متالق وماشي اساسي وستاند وزي الفل، وانا كنت بلعب ساعتها في المصريه للاتصالات وكان كابتن سيد معوض احتياطي، وكان الفتره دي كلها احتياطي وكان مش موجود في المنتخب عشان بس ايه يحكي الحكايه صح يعني. فالمهم انا كنت بلعب في المصريه للاتصالات وجي كان معانا المدير الفني كابتن حسام حسني. كابتن حسام جه قبل الماتش قال لي انا عايزك تلعب باك رايت. يا كابتن حسام يهديك يرضيك انا راجل بلعب تحت الفراوده وبتاع وماشي بشكل كويس، قال لي انا عايزك تلعب باك رايت عشان توقف جلبرتو. انا اوقف جلبرتو يعني جلبرتو هيفرمني ده الطبيعي يعني. فالمهم قلت له ماشي مفيش مشكله، لعبت باك رايت الماتش ده وعملت شوط على جلبرتو شوط ونص على جلبرتو موتت جلبرتو وانا عامل الجون للمصريه للاتصالات وعامل شغل جامد جدا، بس طبيعي ان انا مش باك رايت. فالباك رايت وانت عارف طبعا كباك ليفت المشاوير كتير رايح جاي وتغطيه عكسيه وتعمل كروس وترجع مش بتاعتي انا يعني راجل في النص اللي قداماني بس. المهم حصل تغيير ونزل سيد معوض، ويا ريته ما نزل سيد معوض طبعا جلبرتو كان شحر يعني. فنزل سيد فايق جدا، سيد معوض اللي ما يلعبش قدامه ما يحسش بقدراته، خلي بالكم يعني انت تتفرج على سيد حاجه انما لما تلعب قدامه لا فريق يعني يمسك الكوره يقعد وانا من النوعيه دي بس كنت تعبت ما كنتش قادر. فسيد عمل نص شوط عليا عالمي
وكروس هو اللي جاب الجون، اسامه حسني جاب الجون منه وعمل صح ولا غلط لغايه دلوقتي ماشي كويس. فعمل شغل جامد جدا. لقيت سيد معوض بعد الماتش بيشكرني انه بعد كده بقى ستاند وراح المنتخب، ونفترض يبقى ليا بنسبه من البطولات اللي انت خدتها بعد كده بسبب بعد ربنا ان انت بسبب بعد ربنا انت نجحت. انا برضو الناحيه الايجابيه ان انا فطست لك جلبرتو. لا وحظي ان انا لعبت على يعني لو حد تقيل شويه كانت فرقت الله. لو حد كان فايق شويه لا بس بجد والله انت اللي يلعب ضدك يحس بقد ايه انت فعلا باك ليفت مميز جدا. سيبك من انت يعني من الناحيه الدفاعيه تعبان جدا، بس انت من الناحيه الهجوميه انا كنت مركز في الناحيه الدفاعيه خلال الفتره الاخيره بشكل كبير جدا. الناحيه الاخيره الفتره الاخيره اه والله يعني انا اقول لك انا الفتره الاخيره سواء في النادي او في المنتخب انا متهيألي الناحيه الدفاعيه اثرت عليا في الناحيه الهجوميه، يعني قللت من الناحيه الهجوميه بشكل كبير. انا في الاسماعيلي يعني زي ما قلت لك قعدت فتره كبيره ما يعني نص ملعبي ده مثلا بالنسبه للباك ليفت لازم تكون متواجد طبعا. في معظم الهجمات اللي عليك انا ما كنتش متواجد خالص. يعني انا في فترات كبيره جدا كان احمد فتحي موجود في الاسماعيلي، كان احمد فتحي مثلا بيلعب معظم الوقت وسط الملعب، احمد فتحي هو اللي كان مسؤول عن الناحيه دي. هو اللي كان بيدافع في المكان ده. انما انا لا يعني حتى المدربين الاجانب اللي كانوا موجودين في نادي الاسماعيلي حريه هجوميه بشكل كبير. ايه موضوع غير عايز اسالك على الفرق ما بين اللعب في الاسماعيلي والاهلي يعني الاجواء ايه؟ انت اقول لك برضه احمد فتحي من الناس اللي انا برضه يعني زي بركات هو بتريكا استشارهم في كل حاجه وقريبين منه. واحمد فتحي من الناس اللي انا بحبهم اصلا. يعني في ناس كده انت وطالع معاك من الاسماعيلي فبرضه يعني في عشره ما بينكم كبيره. احمد من الناس كمان الناس اللي اتظلمت، يعني احمد فتحي قدم للاهلي وقدم المنتخب ولازم الناس تعرف حتى ان هو لما ساب الاهلي ممكن يكون ظروف بتبقى خارجه عن اراده اي حد، وبيبقى كل واحد بيفكر التفكير الافضل بالنسبه له. اكيد طبعا، بس هو كان ساعتها احنا كان اعتبنا على احمد ان هو اتاخر شويه في الرد على النادي الاهلي. ما ممكن اصل انت ما بتعملش، احنا كلنا مش ملائكه، اكيد انت ليك اخطائك وانا لي اخطائي، اكيد انا بتسرع او باخر قراري في حاجه معينه. ف لا يعني كل واحد اكيد لازم حتى ما بيعمل غلط يعني ممكن نغفر له عادي ما فيهاش اي مشكله. اتكلمنا عن خلافك مع مانويل جوزيه، كان برضو في خلاف مع محمد يوسف. انت مفيش مدرب بيجي لما محمد يوسف، ما انت حضرت لا انا استغربت انا لقيت محمد يوسف او كابتن محمد يوسف انتوا يعني في مشكله على المواقع وعلى مش عارف ايه ولقيته بيتعشى معانا. ما انت كنت قاعد في ايه مش عارف ايه. كابتن يوسف من الناس المحترمه جدا والناس اللي انا بحبها، ويمكن الناس اللي عارفه قد ايه الواحد كان حتى مش بيساعد الكابتن يوسف، لا بيساعد نفسه وبيساعد الفرقه. مظبوط. في وجود الكابتن يوسف يعني الحمد لله، وبدليل نجاح الكابتن يوسف خلال الفتره اللي الواحد كان موجود فيها. كابتن يوسف من المدربين القليلين اول مدير فني، يعني اول فتره ليه كمدير فني بياخد بطوله افريقيا وكاس السوبر، يعني اعتقد ان دي مش حاجه سهله لاي مدرب سواء أكيد. مدرب كبير او مدرب صغير، لا حاجه صعبه جدا. اكيد الفرق ما بين يعني ما كانش فيه خلاف مع محمد يوسف او مع كابتن محمد يوسف. لا لا تمام تمام. الفرق ما بين الاسماعيلي والاهلي، انت عشت هنا 9 سنين وعملت هنا برضو كم من البطولات وكم من المباريات، الفرق ايه ما بين الفرقتين؟ الاستقرار اللي موجود في النادي الاهلي مختلف تماما، وبرضو اللعيبه، يعني اللعيبه في النادي الاسماعيلي الفتره الاولى اللي انا حضرتها حوالي 5 أو 6 سنين كان لا في طموح للبطوله. طموح ممكن يعني ما بتقدرش تحصل عليها لعوامل كتير جدا، فرق الامكانيات وفرق عدد اللعيبه اللي موجوده. انما النادي الاهلي لا الوضع مختلف، عندك عدد كبير من اللعيبه، عندك خلاص روح البطوله موجوده في النادي نفسه. يعني الاهلي زي ما كلمتك في الاول، النادي الاهلي باي عدد من باي لعيبه موجوده بياخد البطوله، باي جهاز فني بيقدر ياخد البطوله، باي اداره، خلاص هو النادي الاهلي هو فعلا نادي بطولات. فده اللي بيفرق، يعني هي روح البطوله هي اللي بتفرق عن الاهلي والاسماعيلي. انما النادي الاسماعيلي يعني كان يعني فعلا في حاجه اسمها روح الفانيلا الحمراء؟ اكيد اكيد حسيتها؟ اكيد بتفرق بشكل كبير جدا. يعني في معظم المباريات اللي كان بيبقى فيها ظروف صعبه جدا كنت بتلاقي اللعيبه، بس نوعيه اللعيبه اللي موجوده هي اللي كانت بتفرق كمان. طب امال ان في كذا لاعب من النادي الاسماعيلي في النادي الاهلي ما عملوش ليه البطولات دي؟ عشان الاستقرار اللي انت اتكلمت فيه؟ الاستقرار اكيد بشكل كبير جدا، وحتى اللعيبه دي برضو ما تواجدتش، يعني كان حتى في وقتها النادي الاهلي منافس قوي، الزمالك منافس قوي، اللعيبه دي لو موجوده في الاسماعيلي حاليا الاسماعيلي هياخد كل البطولات، او اللعيبه دي لو كملت في الاسماعيلي فترات كبيره
كانت هتاخد بطولات كتير يعني. بس كان لازم يبقى في استقرار اداري يدوكوا فلوس كويسه في وقتها ما يبقاش في تحافظ على اللعيبه. انت كل سنه كنت بتبيع اثنين او ثلاث لعيبه بس هو ده سمت النادي الاسماعيلي طول حياته يعني. انما الوضع مختلف في النادي الاهلي، انت مش بتبيع انت بتجيب كمان افضل من اللي عندك. فالنادي الاهلي لا يعني النادي الاهلي الوضع مختلف، والنادي الاهلي الروح اللي موجوده فيه بتفرق بشكل كبير بتفرق بشكل كبير. كانوا بيقولوا عليك ابن حسام البدري. لا كابتن حسام انا على طول يعني حتى ناس بتستغرب ان انا كابتن حسام من بدري يعني. في اثنين مدربين انا اتعاملت مع مدربين كتير جدا اكيد فنيا حتى هم انا من وجهه نظري ان هم اعلى اثنين مدربين كابتن حسن شحاته كابتن حسام بدري. يعني كابتن حسن شحاته تعاملا ولا فنيا ولا الاثنين؟ تعاملا وفنيا الاثنين، التكامل ما بينهم. انت سهل جدا يكون مدرب عالي فنيا جدا زي ما الناس بتقول على جريده دلوقتي بس النتائج انما لا، اما يكون مدرب عنده عالي فنيا وبيحقق انجازات وبيحقق النتائج ده بيفرق بشكل كبير. فكابتن حسن شحاته ده واحد. كابتن حسام البدري يعني انا كابتن حسام البدري اتعاملت معاه الفتره اللي كان ماسكها في النادي سواء كمدير كوره او مدير فني، لا من اهم الفترات حتى اللي انا كنت كويس فيها. وكمان كابتن حسام انا اللي كان بيعجبني فيه او اللي خلاني احبه الحب ده كله معنى اصح ان هو بني ادم مغلطح يعني الوضوح سمه فيه ان هو يعني هو ما بيحبش وقت الرياض او هيبين له انا ليه. غير في عدد من المدربين تانيين لا الوضع مختلف قدامك حاجه ويوم ما تديهم ظهرك وفوق التلفزيون حاجه تانيه. فكابتن حسام لا كابتن حسام وانا رايي برضو يعني الواحد بيتمنى ان هو كابتن حسن شحاته او كابتن حسام بدري ان هو واحد من الاثنين يكون موجود خلال الفتره الجايه في منتخب مصر. منتخب مصر محتاج مدرب يكون عنده خبره كبيره جدا، مدرب يقدر يتعامل مع جيل اللي طالع لان في فروق كبيره جدا بين الجيل اللي فات والجيل دلوقتي. الجيل الحاليا جيل كويس جدا وعنده عدد كبير من اللعيبه مهمين بس محتاجين طريقة ان حد يساعدهم ان حد يساعدهم او يوريهم الطريق الصح. ممكن اللعيبه دي تكون افضل من اللي فاتت بكتير مهاريا بس هي المجموعه يعني انت اللي كسبك البطولات سواء في النادي الاهلي او المنتخب هي المجموعه، روح المجموعه كلها. ممكن انت ما كنتش عالي فنيا زي المنتخبات اللي بتلعبها او زي الانديه بس اللي كان بيفرق التماسك اللي موجود بين عدد كبير من اللعيبه. مظبوط. سيد معوض المحلل، مره واحده الناس لقت كابتن سيد معوض موجود في البي ان سبورت وبيحلل واكيد في ناس اعجبت وفي ناس انتقدت. انت تقييمك لنفسك ايه والموضوع جه ازاي اصلا؟ عادي يعني هم كلموني على مباراه للاهلي فرحت، من بعدها كان في ماتشين في الدوري الاسباني ف يعني وبعد كده كملت هم معاهم تعاقد لحد شهر 5 ان شاء الله. انما انا شايفها بدايه بالنسبه لي الحمد لله يعني. اكيد في ناس بتبقى بتقيمك بشكل ايجابي وناس بتقيمك بشكل سلبي، ده عادي في اي مجال بس انت تقييمك لنفسك. انا واحد دي مرحله بالنسبه لي بدايه تجربه جديده. انا حاسس الحمد لله الامور بالنسبه لي افضل، حتى الناس متفاجئه بيا بشكل كبير جدا. يمكن انا عشان عدت ان انا ما كنتش بطلع في برامج او بتكلم او كلامك قليل يعني او برامج بتتكلم عن نفسك غير ما بتتكلم عن فرقه ثانيه او بتحلل فرقه. فالحمد لله انا شايفها بدايه بالنسبه لي الحمد لله وبدايه في مكان كويس بالنسبه لي جدا. فانا بحمد ربنا. هتستمر كمحلل ويبقى ده السمت الشغل في الميديا ولا ناوي لبريك وجهه اداريه وجهه بالتدريبيه هتعمل ايه؟ لا انا مش عايز احدد بس انا اكيد التدريب انا بحب الكوره ومش عايز ابتعد عنها انما التحليل ده يعني تجربه انا باخدها ان شاء الله لقيت فيها نجاح هكمل فيها ان شاء الله. طيب برضو عايز اسالك على الاهلي الفتره دي مع جريدو، انت اتعاملت مع جريدو شايف ان جريدو مؤهل ان هو يمسك النادي الاهلي بشكل قوي ولا شايف ان لازم يتم تغييره؟ لا يعني انا مش عايز ادخل في حته تغييره او انما انا التقييم لازم اكيد النادي الاهلي التقييم بيبقى نهايه الموسم انما الشيء اللي في النادي الاهلي دلوقتي او ان انت تبقى بعيد عن المنافس ب 11 نقطه ده يعني بعيد تماما عن وضع النادي الاهلي باي حد يعني مع احترامي للمنافسين كلهم. لا النادي الاهلي ما ينفعش يبقى حد بعيد عنه ب 11 نقطه سواء لو افضل منه لعيبه او افضل منه في اي حاجه وخاصه مع احترامي لكل الاجيال اللي موجوده. لا اللعيبه كلها قريبه من بعض يعني سواء نادي الزمالك اللي في ام بي او
في النادي الاهلي لا يعني النادي الاهلي ما ينفعش يبقى بعيد ب 11 نقطه. اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي قادره ان هي تاخد البطوله حتى وانت بعيد ده كله، بس لازم يبقى في تغيير في الروح، لازم يبقى في تغيير، تبقى عارف ان انت النادي الاهلي، النادي الاهلي ده يعني الاداء مطلوب ولازم الاداء بشكل كبير، بس النتيجة هو في وقت النتيجة لازم النتيجه اهم، النتيجه اهم. انا بنافس على بطوله، يمكن في فترات كتيره جدا معظم اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي عاشتها بتبقى بعيد وبترجع. فالشيء اللي الواحد مش حاسه بكل امانه الايام دي ان انت من السهل ترجع، لا الواحد مش حاسه، شايف ان فيها صعوبه جدا، انت مع كل مباراه يعني بتبعد اكتر. فده هيبقى شيء صعب. فالنادي الاهلي لا يعني لازم اكيد هيبقى في حاجه، يبقى في تغيير، مش قصدي تغيير جهاز فني او لعيبه، لا تغيير في الاسلوب نفسه. يعني لازم وضع النادي لا ما ينفعش يبقى بعيد البعد ده كله. طيب عايز اسالك برضو على معلش هرجعك تاني للخلافات. كلام كتير اثير حوالين خلافك مع وائل جمعه، هل في خلافات مع وائل جمعه؟ هل في مشكله مع وائل جمعه؟ لا خالص. يعني ما انت عارف يعني ما انا كانت وجهه نظري بس يعني انا صريح يعني انا ما بخبيش حاجه. أكيد. وانا كنت مع بركات في برنامج فكنا بنتكلم على ان وائل جمعه، قلت له انا كنت زعلان جدا ان وائل جمعه طلع قال ان سيد معوض مشي فنيا لاسباب فنيه لانه اقل من الناس اللي موجوده. انا ما عنديش مشكله اطلع اقول سيد معوض مشي، ده عادي يعني شيء طبيعي يعني ما فيهاش مشكله. بس ان انت تقول ان هو فنيا اقل من الناس اللي موجوده، هو طبعا انا كلمت وائل بعدها وقال ما قالش، والكلام ده اتكتب المواقع هي اللي قالته والصحفيين بس انا يعني من جوايا قلت له كان لازم انت تقول ان الكلام ده ما اتقالش لان ما ينفعش. كان لازم انت فاهم يعني عيب جدا لما يتقال عليك كده، يعني انا ما ينفعش اقول على حد. انا اصلا يعني حتى اما انت بتقول لي بدات تحليل، انا اصلا في التحليل دلوقتي حتى انا بحافظ على اي لعيب حتى اعرفه او ما اعرفوش. يعني ما ينفعش اغلط في اي حد، يعني انا تقييمي حتى بيبقى اللعيب النهارده هو الواجبات المطالب بيها ما نفذهاش، او هو بعيد عن مستواه، او هو غير موفق، انما انا ما اطلعش اقول مثلا ايه ان هو اقل من النادي الاهلي، لا ما عنديش لان ما ينفعش انا اقيم حد كده، وما ينفعش اللي انا كنت بزعل منه اقوله على حد. فانا ده كان زعلي من وائل، واتكلمنا بعدها وما فيش اي مشكله خالص، لان وائل جمعه بالنسبه لي خلي بالك وائل يعني في ناس معينه كده انا عادي يعني ممكن يعني ممكن انت تقول لي اي حاجه انا ما اعتبش عليك ما ادعي عليك مش اصحاب انت مش فارق معاك مش فارق معاك انه في ناس تانية لما يقول لي اي حاجه لا انت تفرق معاك تاكل اكلت معايا عيش وملح انا عارف انت بتتعامل مع مين وانا عارف انا بتعامل مع مين وانت عشرتني وشفتني وخاصه كمان في الاول واخر ارجع بقى لكلمه ثانيه بقى يعني والجمعه ما ينفعش يقيمني انا فنيا والجمعه ما ينفعش يقيمني انا فنيا خالص اصلا يعني فجاه تتكلم عليا فنيا يعني والجمعه صعب ان ليه بقى ليه هو والجمعه كان ماله انا صفر لا هو كويس هو كويس بس انت فاهم لا يعني الناس اللي ما بينا عارفين ان وائل جمعه ما ينفعش يقيمنا الناس اللي ما بينكم بس مش مصر كلها لا الناس اللي ما بينا عارفين طيب عايز ارجع الحمد لله ما فيش خلافات طبعا ده حاجه اكيد عايز ارجع للنقطه العمل الاعلامي وده اعتقد ان انت حسيت بصعوبه في الموقفين اللي انت قلتهم الموقف الاولاني ان انت عارف ان في مشكله اتعملت في النادي الاهلي بقرار من ناس في النادي الاهلي وبيعملوا بيوجدوا المبرر انما انت بتقول انا اتحفظت ومش قادر اتكلم وده مخالف على فكره للعمل الاعلامي انت لازم تبقى اللي انت شايفه تقوله لوجهه نظرك هو بص انا اقول لك على حاجه هو انت صح بس انا ما ينفعش ان انا لسه ماشي من النادي الاهلي بقالي شهر اي حاجه انا هقولها يعني الناس هتربطها بان انت بتنتقم بقى يعني انا شفت عشان مشي بيقول ايه فانا انا مش عايز كده يعني انا اصلا حتى يعني اقول لك على حاجه انا مباراه النادي الاهلي الاولى في النهائي في الكونفدراليه انا يعني بعدت عنها كنت عايز ابعد عن المباراه الثانيه لان انا مش عايز لان انا في حاجات جوايا لا مش يعني ممكن ايه التقييم للنادي الاهلي ممكن يكون فنيا باللي انا شايفه النهارده مش كويس ممكن مش كويس تماما فمش قادر تقول كده عشان الناس ما تربطهاش بان انت يعني بص ده بينتقم بقى ده بيقول ايه ده بيقول على زمايله ايه انا ممكن عدد من اللعيبه اتكلم عليهم بشكل حتى عادي هتتاخد بشكل وحش واتاخدت يعني انا قلت على يعني على شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل حبيبي جدا طبعا كان بيلعب باك ليفت فانا قلت
الشوط الاولاني شريف عبد الفضيل الناحيه الهجوميه لازم تزيد عشان احنا مباراه على ملعبنا زعل ومحتاجين المكسب زعل قالوا له ده سيد معوض بيقطع فيك وكلم كلام كبير ويشتكاني البركات فانا يعني انا حتى بتحفظ في الكلام نفسه يعني ما بغلطش يعني انا قلت ان شريف بس ده دول نقطه فنيه لو اكس اللي بيلعب بالشريف هتقول نفس الكلام وهو شريف حبيبي يعني انا يعني انت فاهم يعني انا لو قصدي حاجه معينه لا في ناس تانية بتقعد تتفق على لعيبه ويدخلوا في اسماء معينه انا لا الحمد لله الواحد بعيد كده على الموضوع ده تماما وخاصه النادي الاهلي يعني النادي الاهلي انا بقول لك انت لما بتشجع نادي مش عايز تشوفه في صوره وحشه يعني بيبقى صعب تحليله يعني طبعا يعني انا بقول لك انا واحد يعني النهارده مثلا انا الشوط الاولاني كنت فرحان جدا ان النادي الاهلي بيأدي اداء كويس جدا بيضيع اجوان ماشي بيوصل وشكل الفرقه حلو انا ما شفتش الشوط الثاني بس النتيجه نفسها برضو انت ما كسبتش طيب هرجع تاني للنقطه الاعلاميه بس خلينا نطلع على فاصل سريع وبرجع اكمل مع كابتن سيد معوض لان النقطه الاعلاميه دي فيها نقطه خطيره جدا وهي ان اللاعب اي لاعب ما بيتقبلش النقد ويقلب الموضوع ويقول لك انت قطعت فيا هو ايه مفهوم التقطيع ده عايزين نعرف من الكابتن سيد معوض بعد الفاصل استمتع انت واسرتك باجازه نص السنه في سويس ان دريملاند في الجو الهادي وحمام السباحه الدافي واسعار خاصه لعملاء دريم بارك وكمان مفاجآت تانيه كتير سعر الفرد في الغرفه المزدوجه 360 جنيه، شامله بوفيه الافطار وبوفيه العشاء. مستنيينكم تقضوا احلى اجازه في سويس ان دريملاند. الكلام عن ذكرياتنا امال ماهر ذكرياتنا ليه مليله بالحنين ليه بننسى كل حاجه لما نسمع كلمتين عن زمان وايام زمان وحكاياتها والاكلام كنا لسه في البدايه اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة وحمل أغنية ذكرياتنا وكمان خليها كول تون على موبايلك للإعلان على قنوات دريم الوكيل الإعلاني شركة أدلاين تليفون فاكس ويب سايت اهلا بحضراتكم مره اخرى رجعنا لكم بعد الفاصل واستكمال حوارنا مع الكابتن سيد معوض. كابتن سيد سالتك قبل الفاصل العمل الاعلامي صعب مفهوم التقطيع ايه يعني ايه مفهوم التقطيع عشان في لعيبه فعلا بتزعل من 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 الهمسه وكلمه قالوا له دي صعبه جدا خلي بالك يعني عصافير السلام او حمامات السلام بيبقوا كتير قوي لا انا واحد من اللعيبه اللي كانت بتزعل بس انا كنت بزعل من مواقف معينه ان انت تتريق على حد او تحاول تقلل من شأنه بشكل يعني ايه مستفز يعني كان في بعض المعلقين بعض المحللين تريقة سخرية يعني أو انت بتتكلم على مشكلة وائل جمعة مش عايز ادخل القصة لما انا اتكلمت عن المشكلة لا يعني انا بقول لك من ناحية ان انا ايه يعني احنا حتى كلعيبة كنا مترابطين قد ايه يعني كان في بعض الناس بتهاجم وائل جمعه من المحللين احنا كمجموعه لعيبه موجوده حتى في النادي كنا بنرد عليهم كمان يعني بالنيابه عن وائل بالنيابه عن جده بالنيابه عن اي حد لان انت خلاص انت كنت العلاقه ما بين اللعيبه كلها كانت حاجه واحده
يعني انت بتدافع، انا بدافع عن وائل، وائل بيدافع عني، لان ما ينفعش حد يعني مثلا نجم زي وائل جمعه حد يتريق عليه، نجم زي جده وحد يتريق عليه. فهي دي النقطه اللي كانت بتزعل الواحد. انما انا عن نفسي يعني واخد قراري من يوم ما بدات في العمل الاعلامي، في العمل الاعلامي او ان انا ابقى محلل، لا انا يعني ما ينفعش اتجاوز في حق اي لعيب، في حق اي مدير فني، في حق اي اداره حتى. لا يعني انت بتتكلم على قاعد تتفرج على مباراه بتقيمها فنيا، يعني ادى دوره ما اداش دوره، بعض النقاط السلبيه ادى دوره او ما اداش دوره، دي اللي بتزعل اللعيبه. لا بس يعني انت لما تقول ان مثلا شريف عبد الفضيل ما اداش بالشكل المطلوب منه، لا انا حتى ما قلتش كده، انا قلت من المفترض. لا هو انت لو قلت كده انا هختار ان انت قلت كده. يعني هو ده غلط ان انت تقول شريف عبد الفضيل ما قداش الدور المطلوب منه؟ لا مش غلط، في بعض الناس يعني القريبين منك ما ينفعش. انت كده مش لا يعني انت عنصري كده. لا يعني حتى البعاد انت ما بتهاجمهمش. يعني حتى ما بتتكلم على حد، بتتكلم يعني مثلا لو جينا اي تقييم لاي مباراه، انت بتقول اللي انت شايفه. يعني رجل الشارع حتى اما بيشوف حاجه انت عادي جدا ممكن يقول لفظ خارج في تعليقه على اي لعيب، انما الراجل المحلل لا لو تنتقي يعني ولازم تبين للناس حتى اللعيب ده عادي، يعني هو زي ممكن المباراه دي ما بقاش كويس فيها بس عادي، انت ما بتقيموش طول حياته. وما ينفعش واحد حقق بطولات كتيره جدا سواء في النادي او المنتخب وبعد كده تقول ده ما عندوش فكره. اكيد طبعا صح. انت ممكن تقيمه في الفتره دي، ما تقيموش ان ما تقولش ان هو لا يصلح، ان هو ما ينفعش يبقى لعيب في النادي الاهلي واحد جاب 30 40 بطوله وتقول ما ينفع. امال مين اللي ينفع؟ صح صح. طيب قلت كده في الكواليس ان ما ينفعش وائل جمعه يقيمك. طب انت بتقيم ميسي ورونالدو والناس دي؟ لا ما بقيمهمش. ليه؟ انا بحلل تحليل فني للمباراه نفسها. ما بتجيبش سيرتهم يعني؟ لا بجيب سيرتهم بس بكل خير. ما تقدرش تجيب سيرتهم غير بكل خير؟ لا بص، هنا الناس حتى اما بيتاخد عليك اي كلمه تقولها، فانا لا انا بقيم مباراه انا بشوفها. انا بحلل تحليل مباراه انا شايفها في تحركات في لعيبه موجوده. انما ما ينفعش تقول مثلا انا كنت شايف ان ميسي لازم يتحرك التحرك ده، ما ينفعش تقول كده. انت عايزها عنوان على طول تتعمل عنوان هنا في مصر. امال ايه؟ سيد معوض ينتقد ميسي. ده عنوان. وبعدين هنا اللي بيحبوك كتير يعني ما شاء الله. عندك برضو ايه؟ بص يعني زي ما ربنا ادالك نعمه ان في ناس في الشارع، ان هي الناس البسيطه او الجمهور فعلا بيحبك. من ناحيه تانية في حاجه اللي هم ايه، في ناس كده قاعده يعني ايه مستنيه لك والفضا برضو تعبها شويه. انت فاهم يعني بيستنوا الناس كتير، مش ليه انا لمعظم الناس. هم الفضا بيديهم ان هو ممكن ينتقد اي حد، ممكن يشتم اي حد. هو خلاص هو عايز النهارده الصبح صحيت انا ما فيش حاجه بعملها، هشتم وائل النهارده، هشتم احمد بكره، هشتم فلان بعد بكره. ففي ناس دي انت بتبعد عن الشر وبتجيش جنب ميسي ورونالدو. ابعد عنهم ابعد عنهم. طيب اي حد تاني يعني التانيين دول مش بملايين. يعني انيستا ده مش جامد على خلي بالك. انا عايزك تكون عارف يعني اقول لك الحين، يعني زي ما قلنا مثلا صلاح، محمد صلاح ما هو واحد من المصريين اللي موجود. اي لعيب مصري هيجي له نفس الظروف هيحقق نجاحات كبيره جدا. طيب. يعني محمد صلاح يمكن الظروف مختلفه بالنسبه له شويه، انما هو عنده القدره انه يبقى واحد منهم. يعني محمد صلاح مع مرور الوقت ان شاء الله هيبقى واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره ان شاء الله. يعني مع الاستمراريه، مع الوجود في مكان مهم، مع وجود في نادي مهم، هيبقى واحد من دول. فعادي انت اي لعيب مصري كان ممكن يبقى عنده نفس الامكانيه. ابو تريكه لو عنده نفس الظروف اللي حصلت لمعظم اللعيبه اللي بره كان يبقى واحد منهم. بركات لو عنده نفس الظروف اللي حواليه كان هيبقى واحد منهم. الامور بتختلف في الظروف اللي حواليك، وانت بتلعب في دوري ايه، وانت سنك قد ايه، وبدات ازاي. فدي هي اللي بتفرق. تمام كابتن سيد، عايز اسالك على حاجات سريعه كده اخيره. رسائل، عايزك تبعت رسائل كده، هقول لك اسمه وتبعت له رساله سريعه جدا او كلمتين بس من غير غلط في حد. لا عايز تقول تغلط براحتك. انت عايز تقول اللي انت عايز تقوله قوله. بركات. لا يعني انا بركات من الناس، مش هقول زميل ملعب او لا، بركات بالنسبه لي اخ كبير من يوم ما اتعاملت معاه من بدايه النادي الاسماعيلي في النادي الاهلي. علاقتكم في الاسماعيلي كانت قويه كده زي الاهلي؟ قويه جدا. هو بص انا
بركات استقبلني، انا كنت جاي لعيب محدش يعرفني وهو كان نجم في النادي الاسماعيلي. اول واحد يستقبلني بركات. استقبلك بمقلب ولا استقبلك بايه؟ لا سيبك ان هو ايه يعني العلاقه ما بيننا بقت صحاب بس لا يعني انا احتضنك يعني يعني لعيب كبير في فرقه ونجم في فرقه حلوه دي ونجم في فرقه، اما انت بقى جاي حد ما حدش يعرفك هو خلاص بقى صاحبك، لا دي بتفرق معاك معنويا جدا، بتديك ثقه حتى الناس الثانيه بتتعامل معاك ان انت لا انت تحول كبير، انت صاحب النجم صاحب النجم فلا بركات بالنسبه لي اخ يعني. وكتر المقالب اللي بيعملها فيك دي بتبقى حقيقيه ولا بتبقوا متفقين وبتطلعوا على الشاشه تشتغلونا احنا ولا ايه؟ والله حقيقيه بس هو بيستمتع بس ربنا هديه الايام دي الحمد لله ما حدش عارف هو معايا طول الوقت فيعملها امتى فخلاص. انتوا لسه الشراكه موجوده في البيزنس اللي انتوا عاملينه في المطعم المميز صراحه غالي قوي على فكره غالي قوي لا لا انت جت سحلنا ولا ايه؟ لا غالي فين انت اصلا بتاكل ببلاش يعني لسه موجودين وان شاء الله بنتمنى تستمروا بتقعدوا على طول فيه بتستقبلوا الناس بتصور معاكم على طول كل حاجه يعني معظم الناس حتى بتتفاجئ ان احنا متواجدين بشكل يومي ومعظم الوقت يعني انت ما شاء الله فصفرتوا مش فصفر من كتر الفسفور اللي بتاكل لا بيني وبينك حتى احنا العلاقه ما بيننا ان انت تكون موجود طبعا مع حد بتحبه لا ده هو ده الهدف نفسه يعني. تمام ابو تريكا أبو تريكة يعني واحد من الناس القريبين جدا لقلبي، واحد من الناس اللي الواحد يعني اتشرف ان هو يتعامل معاهم سواء جوه الملعب او بره الملعب. أبو تريكة من الناس اللي يعني ايه اللي عندها بمعنى صح يعني بيقولوا كده نقاء يعني من الناس اللي انت تشوفها تحبها من غير اي حاجه. فأبو تريكة لا أبو تريكة واحد من الناس اللي الواحد بيتشرف ان هو يتعامل معاهم جوه الملعب او بره الملعب. فتحي يعني زي ما انت قلت يمكن فتحي من الناس اللي بدات معانا وهو صغير يمكن يعني يعتبر اخويا الصغير عشره عمر يعني وعشره عمر كبيره جدا ومن الناس الواضحه برضه يعني دي مشكلته فتحي ان هو واضح يعني زي ما بيقولوا كده في طربش ومدب كده طربش اللي هو يعني اللي عايز يقول عليه ما بيجاملش واضح يعني ده حاجه كويسه طبعا انا فتحي شخصيه محترمه من الناس اللي خلي بالك صعب جدا ان انت تقابل ناس بالشكل ده ففتحي واحد منهم يعني. جمعه نفس الشيء زي ابو تريكه وبركات وفتحي واحد من القريبين ليا جدا بس انا بتمنى ان وائل يعني المنصب ده اتمنى ان هو يضيف له ما يقللش من وائل جمعه اللي هو في دماغ انا او في دماغ اي حد ان هو وائل جمعه قائد احسن مدافع في افريقيا احسن مدافع جه في تاريخ النادي الاهلي احسن مدافع جه في تاريخ مصر وائل جمعه اطيب واحد الواحد يتعامل معاه فنتمنى المنصب ده ما يخسروش حاجه من الحاجات دي. متعب يعني متعب عنا فترات كبيره جدا اتمنى ان شاء الله ان هو يستمر وبرضه لازم يحط كل يوم هدف جديد. فاكر الموقف بتاعنا انا انت متعب؟ لا متعب من الناس اللي الواحد بيحبها يعني برضه متعب غير اللي الناس عارفه عنه يعني متعب من اطيب الناس اللي طبعا الواحد متعب جميل 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 نحكي الموقف ولا بلاش؟ لا انت احكي انا ماليش دعوه لا مش دعوه انت عايز تلبسني في متعب كنا مره انا وكابتن سيد وعماد متعب احنا الثلاثه ساكنين في المعادي جنب بعض فاتقابلنا يوم بالليل كده قدام بيت متعب فقاعدين بنشرب كوبايه الشاي فمتعب كان فتره طويله جدا مصاب ولسه راجع فلعب له ماتشين يعني لسه مستواه ما رجعش خالص فالمهم بيقول لنا يعني انا مستغرب انا احتمال الماتش الجاي ما العبش وانا رجعت ومتالق راح سيد معوض راح بصص قال لي متالق هو رجع امتى؟ هو رجع امتى؟ راح بصص قال لي هو رجع قلت له مش عارف هو اللي بيقول متى من الشخصيات المحترمه حسن شحاته يمكن اهم مدرب في تاريخ مصر ومن الناس اللي يعني بصراحه حتى في التعاملات يعني واحد من الناس اللي الواحد تعامل معاهم بشكل كبير وحقق معاهم انجازات ومن الناس اللي ليها فضل كبير عليا بعد ربنا. حسام بدري نفس الكلام بتاع كابتن حسن وبضيف له كمان الحته بتاع الوضوح. كابتن حسام انا بقول لك انا اتمنى ان هو يكون موجود في منتخب مصر خلال الفتره الجايه ان شاء الله. رمضان السيد يا كابتن رمضان يعني لو اتكلمت عليه عايز وقت كبير يعني ما اول مدرب اتعاملت معاه اول
حد فتح لي بيته، هو بالنسبة لي أب يعني زي والدي بالظبط، وله فضل كبير عليا يعني، يمكن أكتر واحد قريب بالنسبة لي، أكتر واحد بستشيره. فكرة رمضان لا يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. أخيرا زوجتك. زوجتي يعني يمكن عانت معنا يعني انا والولاد خلال فترات كبيره جدا، فانا بحمد ربنا ان انا ربنا رزقني زوجه عارفه الالتزامات اللي كانت عليا سواء جوه الملعب او بره الملعب، والحمد لله لحد دلوقتي يعني متعوده. فالحمد لله لحد دلوقتي، انما اتمنى ان شاء الله ان انت ربنا يهديك علينا بس والامور تهدى. انا ليه عامل غلبان؟ انا ماشي جنب الحيطه. ان شاء الله. كابتن سيد انا استمتعت جدا بالحوار معاك بجد، وبتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه في مجال التحليل، وكمان باذن الله لما تبدا المجال التدريبي. طول عمرك سمتك في الملاعب، كنت راجل محترم جوه الملعب وبره الملعب، فدخلت الملعب وعملت انجازات وبطولات في هدوء، وخرجت من الملعب برضو وانت عامل انجازات وبطولات في هدوء. ربنا يخليك يا كابتن، اشكرك شكرا جزيلا. وبرضو عايز اقول حاجه، سيد معوض ما بيخلص ما شاء الله، عنده عمر ابنه باك ليفت عالمي. انا يعني باذن الله ما شاء الله اضرب ما شاء الله. شغل لي هو متعور؟ كان متعور ده غير متعور يعني ايش علاقه كبيره انا كان متعور يعني لا هو ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو يعني لعيب كويس قوي عمر سيد معوض. ان شاء الله انتظروه بقى يعني باك ليفت مميز جدا في السنوات القادمه باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد معوض، واشكركم على حسن المتابعه. استنونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده من الرياضه.